بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير جميعا. مرة تانية بنتشرف بحضراتكم. شكرا جزيلا. Thanks so much for accepting our invitation. وجود حضراتكم معانا النهاردة في ليلة علمية جديدة. بنتشرف بوجود أحد أساتذة طب الأطفال الإيمننت في مصر، الأستاذ الدكتور أشرف عبد الباسط، بروفيسور أوف بيدياتريكس منصورة يونيفرستي ورئيس الحالي لجامعة المنصورة. وأز يوجوال زي كل يوم أربع بنتشرف إن احنا نكون في ضيافة الدكتور محمد زنون كمودريتور للميتنج. بالنيابه عن زمايلي في حكمه بشكر حضراتكم مره تانية على قبول دعوتنا. عشان اطول على حضراتكم هسيب المايك للدكتور زنون، اتفضل يا فندم، لمده ساعه، ذن بعد كده معانا الكيو ان اي. شكرا يا دكتور محمد، وشكرا لشركه الحكمه، وربنا يوفقنا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية احنا يعني بنطلب الرحمة والمغفرة، وان ربنا يرحم كل من فقدناهم خلال الفترة اللي فاتت من زمايلنا وأساتذتنا في طب الأطفال وفي كافة فروع الطب. نسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة لهم. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فمن سوف سنكون بصحبته اليوم، أهم ما يتميز به هو حسن الخلق، فهو شخصية كبيرة يصعب ويندر تكرارها، فهو مزيج رائع من حسن الخلق والاحترام والالتزام والروح المرحة والهدوء في التعامل، كما يتحلى بأعلى درجات العلم والخبرة في التخصص في أمراض الكلى وأمراض الأطفال. إنه الأستاذ الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة وأستاذ طب الأطفال وأمراض الكلى في الأطفال ورائد من رواد أمراض الكلى في الأطفال. أهلا بك يا دكتور أشرف. أهلا بك، إزاي حضرتك؟ إزاي حضرتك؟ الله يخليك يا فندم، الله يخليك، كل سنة وانتم طيبين. أنا طبعا سعادة بالغة ليا أن أنا أكون النهاردة مع حضراتكم في صحبتك طبعا وصحبة الزملاء الأعزاء، ومع يعني دكتور محمد الشافعي اللي هو على المستوى الشخصي أنا بأكد له كل حب واحترام. بنشكر طبعا حضرتك على الدعوة، وبنشكر الكوارتس وشركة الحكمة على أن هم أتاحوا لي أن أنا في وسط هذه يعني الظروف اللي مش ظريفة خالص، يعني أن احنا نعمل حاجة كويسة، نتقابل مع زمايلنا، نتبادل العلم، وإن شاء الله تبقى يعني أكون عند حسن ظنك. وأشكرك شكرا جزيلا على الكلام اللي حضرتك قلته ده، يعني كتير عليا يعني، وأتمنى إن شاء الله إن احنا نقدر يعني نستفيد ونفيد النهاردة من سهرتنا سوا بإذن الله. ربنا يبارك فيك يا رب، وتمتعنا ان شاء الله، ويعني كلنا اذان صاغيه. بس انا هستاذن حضرتك في الصوت، معلش شويه يعني الصوت واطي شويه، اعلي شويه عشان بس الناس تبقى سامعانا ومتابعه الكلام حضرتك باذن الله تعالى. طب كده احسن شويه ولا اعلي شويه كمان؟ لا احسن كتير. لا كده احسن كتير. طيب ماشي، اتفضل. اتفضل يا فندم، اتفضل. السلام عليكم. احنا النهاردة يعني ان شاء الله هنتكلم عن موضوع يعني يمكن زي ما التايتل بتاعه بيقول، يعني احنا ريكتس يعني من يوم ما احنا كنا طلبة في الكلية في سنة خمسة بناخد الريكتس، ويعني علمناه لزمايلنا واحنا في فترة النيابة وبنعلمه للطلبة على طول. فأنا النهاردة همزج بين حاجتين، بين الليسنز اللي كلنا عارفينها ويعني تورثناها، وبين ما هو جديد في هذا المرض وهو الريكتس.
الديفينيشن بتاع ريكتس خلينا بس النهارده يعني نتفق على كونسبتس كده. اول حاجه هو ديزيز اوف جروينج بون. كلمه ديزيز اوف جروينج بون دي هنرجع لها تاني، وخصوصا كلمه ذا جروينج بون. والريكتس بيجي نتيجه لنقص حاجه من ثلاثه او الثلاثه مع بعض، ذا فيتامين دي والكالسيوم والفوسفيت ليفلز ان ذا بلود. خلينا لو تخيلنا ان العظم ده يعني الطوب اللي بيبني العظم هو الكالسيوم والفوسفيت، وان البناي اللي بيشتغل في القصه دي هو الايه الفيتامين دي. والفيتامين دي ده لما يبقى عنده كالسيوم وفوسفيت بنسب معقوله ونسب صح، يبدا يعمل مينراليزيشن الجروث بليت. الجروث بليت زي ما انتم حضراتكم عارفين اللي هو الحته اللي بين الابيفيسز والديافيسز اللي الطفل بيطول منها، او تحت هنا سب بريوسيال، يبدا يحصل ديبوزيشن فالعظم يطول ويكبر ويتخن يعني، فيحصل فيها ايه، نحوله من ماتريكس يعني من استويد الى بون بقى المينراليزيشن. الجمله دي مهمه جدا وهنعيدها وهنكررها كذا مره بعد كده. ديزيز اوف ذا جروينج بون محتاج كالسيوم وفوسفات وفوسفرس بابروبريت ريشيو، محتاج فيتامين دي، وفي نفس الوقت بقى محتاج هيلثي ماتريكس او هيلثي بون ماتريكس عشان يبدا يعمل فيهم الديبوزيشن. السلايدز اللي جايه دي سلايد مهمه جدا جدا، يعني احنا هنقف شويه عليها كذا يعني فتره، لان ده هيساعدنا بعد كده ان احنا نبروسيد في او نفهم ذا باث فيسيولوجي اوف ذا ديزيز والديفرنت فورم اوف ريكتس. الرسمه دي كلنا عارفينها وحافظينها، ان احنا الفيتامين دي بنجيبه لا اما من الاكل لا اما من 7 دي هيدرو اجستيرول بالالترا فايولت ريز. الالترا فايولت ريز مش اي ريز. الالترا فايولت ريز بنحتاج حوالي اللي هو الويف لينث اللي هو بحوالي 300 نانومتر. المهم ان انا عندي فيتامين دي عن طريق الاكل او عن طريق الشمس، واللي بيجي عن طريق الشمس نسبته كبيره جدا بالنسبه لعن طريق الاكل، يعني 90% ل 10% اتكون فيتامين دي. الفيتامين دي ده عشان يشتغل ويبقى ويدي افكت لازم يحصل له اكتيفيشن. الاكتيفيشن بيتم عند تو ليفلز، الاولانيه في الليفر بال 25 هيدروكسيليز انزيم بيحول 25 هيدروكسي فيتامين دي، ثم الخطوه الثانيه بالالفا 1 هيدروكسيليز داخل الكدني فيتحول الى 125 داي هيدروكسي كوليكالسيفيرول اللي هو الاكتف فورم بتاع فيتامين دي. يبقى انا محتاج الفيتامين دي يبقى اكتف عشان يشتغل اللي هو 125 داي هيدروكسي كوليكالسيفيرول. طيب الفيتامين دي اللي هو الاكتف ده بيشتغل عن طريق ايه؟ بيشتغل عن طريق في دي ريسبتورز، يعني يجي يلزق في ريسبتورز. الريسبتورز دي تبقى انترا سيلولر بطريقه او معينه بتبدا تعمل ريكروتمنت لسيرتن موليكولز او هيستونز تكون كده زي كومباوند عن طريق حاجه اسمها ريتينويد ريسبتور، وبعد كده هذا الكومبلكس يبدا يعمل اكتيفيشن للترانسكريبشن او ابريجيليشن للترانسكريبشن بتاع الجين بتاع فيتامين دي، عشان كده بعد كده الفيتامين دي يبدا يشتغل ويجيب الايفكت بتاعه. يبقى لو رجعنا تاني عندي بقى اكتيف فورم محتاج ريسبتور. طيب الريسبتور دي اكتيف فورم فيتامين دي محتاج ريسبتور. الريسبتور دي موجوده فين؟ مش مجرد زي ما احنا كنا عارفين في البون، لا ده موجوده دلوقتي في تيشوز كتيره جدا، وحضراتكم كلكم عارفين ان الفيتامين دي دلوقتي كلام كتير بيتكلم عليه في ديفرنت ديزيزز، لكن مش مجالنا النهارده ان احنا نتكلم فيه. لكن النقطه اللي عايزين نقوله ان اكتيف فورم بتاع فيتامين دي بيحتاج تو ستيبس عشان يحصل له اكتيفيشن، وبيشتغل على عن طريق الفي دي ريسبتورز. طيب هو بالنسبه للموضوع بتاع النهارده بتاع الريكتس هو هيبدا يشتغل ازاي؟ اهم حاجه فيه ان هو يزود الكالسيوم والفوسفيت ابزوربشن داخل الانتست، يبقى هو زود الكالسيوم والفوسفيت فجاب الطوب اللي هو هيبدا يحطه جوه البول، يبقى اكتيف فورم عن طريق ريسبتورز موجوده في الانتستين خلت الكالسيوم والفوسفيت يبقى مورلي ابزوربت فبدا يحصل له ديبوزيشن في البول. طيب وهو شغال هل في حاجه بتعكسه؟ في اتنين بيعكسوه. قبل ما يعكسوه هو الفيتامين دي بعد ما يعمل الاكشن بتاعه ده يتكسر بال 24 هيدروكسيليز ويحصل له ديجريديشن وبالتالي خلاص يبقى ان اكتف. طيب وهو شغال بقى في اتنين بيعكسوه اللي هم ذا بي تي اتش وحاجه اسمها
الفايبروبلاستيك جروث فاكتور 23. البي تي اتش والاف جي اف 23 دول بيعملوا ايه؟ بيزودوا الفوسفات اكسكريشن من الكيدني. يعني انا الفيتامين دي قاعد يحاول يزود الفوسفات ابزوربشن، والاثنين دول اللي هو البي تي اتش والاف جي اف يزودوا الفوسفات اكسكريشن. بيزودوها ازاي بقى؟ بيزودوها لو تخيلنا دول دي التوبولار سيلز اللي هي البروكسيمال تيوبولار سيلز، واليورين نازل هنا تمام، وبعد كده البلد، معلش، البلد جاي من ايه؟ هنا. فبعد ما يحصل فلتريشن عند الجلوميرولاي، الجسم يحاول يحافظ على الفوسفات عن طريق ايه؟ بيحافظ على الفوسفات عن طريق ان هو بيحصل له ري ابزوربشن من هنا. في ماسورتين هنا يسموهم صوديوم فوسفات ترانسبورترز، الماسورتين دول يحاولوا الفوسفات يخش، تمام، يخش جوه السيلز وبالتالي يرجع للبلد. الاثنين اللي بيعكسوهم بقى الاف جي اف، الاف جي اف ده بيطلع من الاوستيوسايتس، والبي تي اتش، الاثنين دول بيحاولوا يعملوا بلوك هنا، فالفوسفات يروح نازل فين؟ ينزل في اليورين، فالفوسفات ينزل في اليورين فيقلل من كميه الفوسفات اللي موجوده فين؟ في البلد، فيعكسوا الايفكت بتاع فيتامين دي. فيبقى انا عندي اكتف فورم من الفيتامين دي على خطوتين، واحده عند الليفر وواحده عند ال1 الفا على الدوكسريز اللي في الكيدني، بقى اكتف بيشتغل عن طريق ريسبتورز اللي هي بيسموها الفي دي ار ريسبتورز، بيزود الكالسيوم والفوسفات ابزوربشن. بيجي البي تي اتش والاف جي اف دول يعكسوه عن طريق ان هم بيزودوا الفوسفات اكسكريشنز اللي موجوده في اليورين. النقطتين اللي انا قلتهم وخصوصا الاف جي اف وقصته يعني حاجه جديده شويه او كونسبت جديد. الاجدد من كده بقى ان احنا ان الموليكولر جيناتكس يقدر يقول ايه هي الجينز اللي بتشتغل او اللي بتخلق الانزيمز اللي احنا بنتكلم عليها دي. فلقوا الجين بتاع 25 هيدروكسيليز قدروا يعرفوا مكانه ويفصلوه، والجين بتاع ال1 الفا هيدروكسيليز قدروا يعرفوا مكانه ويفصلوه ويعرفوا تركيبه، والجين بتاع مين؟ ال24 هيدروكسيليز قدروا يعرفوا مكانه وتركيبه ويفصلوه. ثم كمان عرفوا الجينز اللي مسؤوله عن الايه؟ عن اللي بتكون الاف جي اف جوه الاوستيوسايت، وعرفوا الجينز اللي بتكون الماسورتين اللي هم عن طريقهم الفوسفات بيبدا يخش جوه السيلز. طيب لو لخصنا بقى الجزء اللي احنا قلناه ده، الفيتامين دي عارفينه السورسز بتاعته والرول بتاعه ايه في المينراليزيشن ده من زمان، وعرفنا ان هو عشان يشتغل يبقى لازم يبقى اكتف اللي هو 125 داي هيدروكسي كوليكالسيفيرول اللي هو الاكتف فورم بتاع الفيتامين دي، وعرفنا ان هو عشان يشتغل محتاج ريسبتور اللي هي الفي دي ار ريسبتورز اللي هي موجوده في اماكن كثيره جدا، وعرفنا بالمولكيولر جيناتكس الجينز اللي مسؤوله عن كل الحاجات اللي بتتحكم في الميتابوليزم بتاع فيتامين دي. ده تسلسل الرحله بتاعه فيتامين دي اللي هيخلينا نرجع للسلايد دي تاني ونقولها عن طريق الكلام اللي احنا قلناه دي ايه هي اسباب الريكتس اللي احنا كلنا عارفينها، بس بنجمعها بقى دلوقتي مع المودرن كونسبت اللي بدات تبان او اللي بدات الناس تعرفها في الباثوفيسيولوجي وفي الجيناتكس بتاعه الايه، بتاعه الحاجات اللي انفولفد في الفيتامين دي ميتابوليزم. هم جم دلوقتي او الكلاسيفيكيشن اوف ريكتس بيعتمد على دلوقتي على ايه هو الفيرست ايفنت اللي بيحصل في الباثوفيسيولوجي. احنا قلنا ان الباثوفيسيولوجي بيجي نتيجه نقص الفيتامين دي او نقص الكالسيوم او نقص الفوسفات، او ان الدنيا الكالسيوم والفوسفات موجودين بس الريسبتورز دي ما بتشتغلش، او كل حاجه كويسه بس البون ماتريكس مش كويس. عشان كده قسموا الريكتس الى مجموعات حسب البرايمري ايفنت. اول واحده منها اللي هي الكالسيبينيك. الكالسيبينيك ريكتس يعني ايه؟ يعني اول ايفنت بيحصل في مجموعه من الديزيز هو نقص الكالسيوم، ودي ليها هتبقى ليها مهمه بعد كده. فين هتبقى ليها مهمه؟ في اللاب، عشان نقدر نفرق بين الديفرنت فورمز اوف ريكتس لما نشوف عيال عنده ريكتس. طب الكالسيبينيك ده ممكن يحصل من ايه او لو بتبقى موجوده فين؟ اول حاجه اللي هو نيوتريشنال ديفيشنسي، ان العيان ده ما بياكلش او ما بيتعرضش للالترا فايلوت ريز، وده اللي بنسميه ايه بقى واللي هو اكتر فور اللي هو نيوتريشنال ريكتس. يعني نيوتريشنال ريكتس واحد جاي نتيجه من فيتامين دي ديفيشنسي اند اور لو كالسيوم انتيك، تمام. المجموعه الثانيه من الاسباب
اللي هي بتبقى مصحوبة بنقص مين؟ بنقص 25 هيدروكسيليز. في ديفكت هنا. الديفكت في 25 هيدروكسيليز ده لإما تبقى حاجة جيناتيك جيناتيكالي ديتيرمنت اللي هو الميوتيشن في الجين اللي احنا قلنا انهم ما اكتشفوه، او ان العين ده عنده سيفير كرونيك ليفر ديزيز. تمام؟ طيب اللي هي الهيباتيك كوزس فريكتس. الحاجة التالتة او المجموعة التالتة في الجروب الاولانية ان العيان يبقى عنده نقص في مين؟ في الالفا هيدروكسيليز انزيم اللي هو الوان الفا هيدروكسيليز، وده برضو بيبقى حاجة جيناتيك او حاجة عنده سيفير كرونيك رينال ديزيز. واحنا عارفين ان الريكتس موجود واحدة من المين مانيفستيشن بتاع اي عيان في اندستيش كدني. او المجموعة التالتة هنا الرابعة اسف، انه يبقى العيان ده كله كويس والفيتامين دي بقى اكتف، ولكن المشكلة في مين بقى؟ في الريسبتورز، في الريسبتورز اللي هي الفي دي ار ريسبتور، لاما ميوتيشن في الريسبتور نفسها، او لو تفتكروا الرسمة اللي انا كنت قلت لكم عليها الهيلستونز اللي هي لازقة ببعضها. طيب المجموعة الخامسة هنا ان العيان ده كل حاجة مشت كويس بس الفيتامين دي حصل له رابد ديجريديشن، وده مهم جدا بتشوفه في مين كمان؟ الحاجات دي للناس اللي هم ابيليبتيك وماشيين على واحدة من الانتي ابيليبتيك دراجز زي الكاربامازيبين او الفينوبار او الفينتوينز، او الناس اللي هم عندهم تي بي وماشيين على ريفامبيسين لفترات طويلة. الخمس مجموعات دول البرايمري ايفنت فيهم هو الكالسيبينيا يعني نقص الكالسيوم، يبقى نيوتريشنال ريكتس والحاجات اللي موجود فيها ديفيشنسي في الالفا هيدروكسيليز او ديفيشنسي بتاع 25 هيدروكسيليز او ديفيشنت في الريسبتور نفسها بتاع الفيتامين دي، او كل الدنيا مشت بس الفيتامين دي اتكسر بشكل اسرع، دول بيسموها كالسيوبينيك ريكتس اللي هي الحاجات اللي هي البرايمري ايفنت فيها نقص الكالسيوم. خلي بالكم في شويه مسميات احنا كنا برضو بناخدها زمان اللي هي اسمها ايه بقى؟ فيتامين دي ديبندنت ريكتس. هتلاقوا فيتامين دي ديبندنت ريكتس مكتوبه ايه؟ او فيتامين دي ديبندنت ريكتس تايب 1 بي اللي هي بيبقى فيها 25 هيدروكسيليز ديفيشنسي، فيتامين دي ديبندنت ريكتس تايب 1 اي ده نفس الكلام اللي هو بتاع الالفا 1 هيدروكسيليز، او فيتامين دي ديبندنت ريكتس تايب 2 اي او فيتامين دي ديبندنت ريكتس تايب 2 بي اللي هم بيبقى موجود فيهم ديفكت في الريسبتورز. دول هنرجع ليهم تاني بعد كده بعد شويه في نهايه او قرب نهايه المحاضره. المجموعه الثانيه من الريكتس بقى اللي هي بيبقى فيها ايه؟ فوسفوبينيك. يعني ايه فوسفوبينيك بقى؟ البرايمري افكت او البرايمري ديفكت هو ديفيشنسي في الفوسفات. الرسمه دي احنا قلناها قبل كده وقلنا ان الايه ان الاف جي اف ده اللي فايبروبلاستيك جروث فاكتور 23 بيطلع من مين؟ من الاوستيوسايت، هو وهنا عنده البي تي اتش، وان هم بيشتغلوا عشان يبلوك هذه المنطقه. فلما العيان ده لو عنده ديفكت في وان من هذه الجينز ادت الى ان الاف جي اف ده يطلع بكميات كبيره، هيحصل ايه؟ هيحصل ان الدنيا هنا تسد. تمام كده؟ لما الدنيا هنا تسد يبقى الفوسفيت هيبقى لوست، يبقى الفوسفيت اللي هي الطوبه الثانيه اللي الفيتامين دي محتاجها عشان يبني العظم مش هتبقى موجوده لانها بتنزل في اليورين بكميات كبيره. فدي بيسموها ايه بقى؟ بيسموها الاف جي في الاف جي اف ديبندنت ريكتس اللي هي بيبقى موجود فيها كميات الاف جي اف كتير جدا، فبيبدا يحصل بلوك فبيخلي الفوسفيت ينزل. فلما الفوسفات ينزل يبقى العيان ده عنده فوسفابينيا يعني نقص الفوسفات في الدم، فيبدا العيان ده يحصل له ريكتس. اشهر فيها واحد موجود فيهم هنا اللي هو الاكس لينكد هايبوفوسفاتيميا، وانا هوريكم صور دلوقتي وهتلاقوا انتوا شفتوا حالات منها قبل كده. المجموعه الثانيه ان العيان دول بقى او ان العيانين دول عندهم ديفكت في الماستورتين اللي بيدخلوا الفوسفات، اللي احنا بنشوفهم في مين بقى؟ بنشوفهم في عيانين اللي هو اللي عندهم فانكوني سيندروم، او ان عندهم في ايزوليتد ميوتيشن في المنطقه دي، فبدا العيان ده كل التشانلز المواسير دي مقفوله، فالايه فاليورين بيبقى يلبس. طيب هل في نيوتريشنال ديفيشنسي للفوسفيت؟ اه بس رير في الفيري لو بريست فيري لو بيرث ويت انفانتس اللي عندهم بريست فيت توتالي ما فيش اي سبلمنتيشن، او لو انا بستخدم الهايبو الرجيك فورمولاز نتيجه لسيرتن او في البارينترال نيوتريشن وفي سيرتن جاسترونستينال سيرجري او ديس اوردرز بنلاقي الفوسفيت بتاعهم بيقل، او انا بستخدم فوسفيت بايندرز بكميات كبيره. دول حاجات مش كتير اللي هو يبقى فيها ان انا الفوسفيت اللي باكله هو اللي بيقل. يبقى مجموعه الفوسفوبينيك هي الريكتس هي المجموعه اللي بيحصل فيها لوس للفوسفيت بكميه كبيره من في اليورين، ودي بتبقى اف جي في اف ديبندنت، ودول كلهم بيبقى جينيتيكالي ديتيرمنت، او الاف جي بي اف اندبندنت اللي بيبقى موجود عندهم هنا ميوتيشنز في التو جينز دول، او ان العيان ما بياكلش فوسفيت وده ما بياخدش فوسفيت كفايه ودي اسبابها قليل. المجموعه الاخيره من الريكتس ان هو
العيان ده كل حاجة فيه موجودة لكن الماتريكس بتاع البون هو اللي فيه مشكلة. وأشهر حاجة أنتوا عارفينها دي اللي هي الهايبوفوسفاتيزيا، اللي مش هايبوفوسفاتيميا، لا هايبوفوسفاتيزيا، اللي يبقى الألكلاين فوسفاتيز مش موجود، فده بيبقى كل حاجة. والألكلاين فوسفاتيز ده مهم جدا زي ما هنقول بعد كده، أو الألمونيوم إكسس، وده الكلام ده ما عندناش بنشوفه يعني. لكن خلينا نلخص الكلام اللي احنا قلناه في الكوزس بتاعت الريكس أو الكلاسيفيكيشن، إن العيانين بيبقى عندنا 3 جروب، لكالسيبينيك يعني البرايمري ايفنت هايبوكالسيميا، لفوسفوبينيك البرايمري ايفنت هايبوفوسفاتيميا، لدايركت انهبيشن للمينراليزيشن، ده اللي هي 3 بيج باث فيسيولوجيك باثويز. ولما نيجي ندور على كل واحده من دول، لا اما نلاقي نيوتريشنال ديفيشنسي، لا اما هيريتابل كوزز، لا اما الاكوايرد كوزز، زي ايه بقى؟ كرونيك ليفر ديزيز، كرونيك كيدني ديزيز، دراج انديوسد وما الى ذلك. الهيريتابل كوزز دي هناخد معاها شويه بعد كده، وهناخد وقت اطول بقى مع نيوتريشنال ريكتس اللي احنا كل يوم بنشوف. لو شفنا حالات ريكتس معظمها بتبقى نيوتريشنال ريكتس. الهيريتابل كوزز دي نسبتها مش قليله يا جماعه، هي 13% من حالات الايه، من حالات الريكتس. فاحنا خلينا نقول ان احنا لازم نبقى عارفين دول ايه، يعني هاو تو بيك اب ذيس او تو اكسكلود ذيس كوزز، اللي هي الهيريتابل كوزز والاكوايرد كوزز، علشان من نفصلهم عن نيوتريشنال ديفيشنسي. لان نيوتريشنال ديفيشنسي اللي هو نيوتريشنال ريكتس ده علاجه اسهل كتير جدا من هذه الايه، الجروب اوف كوز. طيب احنا هناخد بقى وقت اكبر شويه، اتمنى ان احنا ماشيين لغايه دلوقتي كويس. اكتف فورم اوف فيتامين دي والريسبتورز والجينز بتاعه اللي بتبقى موجوده انفولفد في كل الانزيمز، والكوزس 3 بيج جروبز الكبار، وال هنركز احنا بقى دلوقتي من الكوزس بتاعه الريكتس على النيوتريشنال. النيوتريشن ريكس لو جينا يعني الديفينيشن بتاعه احنا عارفينه، لكن الناس دول سنه 2016 الجروب دي اللي هي الجلوبال كونسنسس ريكومنديشن اون بريفنشن اند مانجمنت اوف نيوتريشنال ريكس، رجعوا جابوا يعني حوالي 33 نومينيتد اكسبيرت، وقعدوا ورجعوا الليتريتشرز كلها، واتفقوا على انه ان النيوتريشنال ريكس هو ريكس في الاول اللي هو فيه ديفكت في الكوندروسايت ديفرنشيشن ومينراليزيشن في الجروث بليت. الديفكت بقى هنا ده نتيجه لمين بقى؟ فيتامين دي ديفيشنسي and or low calcium intake in children. يعني اي ريكتس جاي نتيجه للديفيشنسي بتاع فيتامين دي نتيجه او مع نقص الكالسيوم انتيك، الريكتس اللي هينتج عن ده هنسميه نيوتريشنال ريكتس. اوكي، الريكتس ده حاجه زي ما اتفقنا حاجه قديمه، ويمكن يعني اول ناس وصفوا كان يعني 100 سنه بي سي، يعني مش بيفور كورونا، لا هو بيفور ايه، كرايسيس، يعني 100 سنه قبل الميلاد. الراجل ده سورانس ده بدا يلاحظ ايه، ان العيال اللي موجودين في روما الشمس عندهم اقل شويه، فبتلاقي عندهم رجليهم بتتقوس عن العيال اللي عايشين في الجريك اللي هم عايشين في اليونان اللي الشمس عندهم كتير. الراجل ده في نفس السنه سمى الكلام ده بقى ايه، ريكتس. يعني الكلام ده بنتكلم على 100 سنه قبل الميلاد. الكتاب ده شوفوا منشور سنة كام؟ 1651، وبيتكلم عن ايه؟ عن الريكتس as a deficiency يعني a deficiency disease. من 1651 بدأ الكلام ده يطلع في انجلترا على ايه بقى؟ او كتاب ينشر على الايه؟ على الريكتس كنيوتريشنال ديزيز. الريكتس خلي بالكو مش بيحصل في البني ادمين بس، بيحصل كمان فين؟ في الانيمالز. يعني ادي خروف عنده ريكتس، شايفين الايه؟ الجينو فالجمز بتاعتهم هم، وادي كلب ولا ده ما اعرفش ده عنده ريكتس، ادي الايه، ادي الجينو فارا بتاعته. يعني الريكتس ده مش بيحصل في البني ادمين لوحدهم. يعني دي نقطه مهمه، هل النيوتريشنال ديفيشنسي دي او النيوتريشنال ريكتس ده او الهايبو فيتامينوزس دي، بلاش نتكلم على ريكتس كده، يعني هايبو فيتامينوزس دي، هل هو بريفلنت في المنطقه بتاعتنا اللي هي منطقه النورث الميدل ايست والنورث افريكا؟ انتوا طبعا يعني كلنا بلا استثناء كل يوم بيتعرض علينا حد قريبنا او عيان جاي لنا بايه، عامل فيتامين دي في المعمل، والفيتامين دي بتاعته يعني قليله لدرجه ان انت بتحس ان كل الناس عندها فيتامين دي ديفيشنسي. فهل هذا الكلام صحيح ولا في مشكله؟ لما تشوفوا بقى الاستاديز دي، على الرغم في المينا ريجون هم جم حسبوا ان المينا ريجون بتاعتنا اللي احنا عايشين فيها في الميدل ايست ده ونورث افريكا، الشمس عندنا 300 يوم من 364 يوم في شمس، تمام؟ على الرغم من الشمس الجريئه
الا الاستادي دي لما اتعملت واتنشرت في 2014 جابوا يعني تقريبا 195 استادي من 44 بلد فيها 168 الف بني ادم، لقوا ان نقص الفيتامين دي او الفيتامين دي ده ناقص في اكتر من تلتهم 37%. تمام. استادي تانية اتعملت سنه 2018 برضو، واحد جمع يعني 41 ستاديز وبدا يقسمهم بالايج جروب. شايفين الارقام؟ لما تيجي تشوف في الاطفال البريفالنس بتاع الهايبو فيتامينوزيس دي يعني نقص فيتامين دي من 12 ل 96% من الـ من الـ من البني ادمين اللي هم انفولفد في من الاطفال اللي انفولفد في ال 41 ستادي دول عندهم نقص فيتامين دي. والادلت من 44 ل 96% من الادلت عندهم نقص في الفيتامين دي. البريجننت وومن من 54 يعني من نص ل 90% من البريجننت وومن عندهم هايبو فيتامينوزيس دي في اللوكاليتي بتاع الميدل ايست والنورث افريكا. ده دليل ان الهايبو فيتامينوز ده فعلا بريفلنت عندنا، مش قصه ايه ان احنا يعني ان ده كلام فولس او كده لا ولا عيب في التحاليل. هي فعلا ذريه بروبلم ان الايه ان عندنا الفيتامين دي في المنطقه بتاعتنا ناقص. طيب ايه بقى اللي بيخلي الكلام ده عندنا اكتر وخصوصا في الايج جروب بتاعنا؟ سيبكوا بقى من الدارك سكين بيجمنتيشن والليفنج في الهاي التيتيود، ده يعني مش موجود عندنا تقريبا، ولا الريستريكتد سان اكسبوجر، ولكن دول بقى الاسباب دي: اللاك اوف فيتامين دي سبلمنتيشن دورينج انفانسي، البرولونجد اكسكلوسيف بريست فيدنج وخصوصا في الرورال ارياز، الماتيرنال فيتامين دي ديفيشنسي من الاصل بيخلي الستور بتاعه الايه الفيتامين دي عند الولاد اوريدي ناقص لان امهم اذا كانت امهم اصلا فيتامين دي ديفيشنت، ثم الاوبيزيتي. الاوبيزيتي يعني الثلاثه دول او الاربع اسباب دول، سواء كان المال نوتريشن اللي هي فيتامين دي سبلمنتيشن قليل، او الاوبستي يعني الاثنين عكس بعض، لكن دول الاثنين دول عندهم الفيتامين دي، دول بيخلوا في عندنا ريسك فاكتور فور نوتريشنال ريكتس او فور هايبو فيتامينوزيس دي. في نفس الوقت ان الدايتري كالسيوم ديفيشنسي عندنا مش بالشكل الكافي. يعني ايه؟ يعني احنا عندنا وخصوصا الديري برودكتس اللي العيال بتاخدها، او ان هم يعني الديري برودكتس دي للاسف مش فورتيفايد بشكل كافي علشان تخلي الولاد دول عندهم كالسيوم انتيك بشكل كافي. طيب هنيجي بقى نقطه هنا نقف عليها. يعني احنا قلنا دلوقتي اتز بريفالنت ان اور لوكاليتي اللي هو الهايبو فيتامينوز دي والكالسيوم ديفيشنسي وخصوصا الهايبو فيتامينوز دي. طب ازاي اقول او ايه الارقام اللي تخليني اقول ان الفيتامين دي ديفيشنت؟ طب احنا قلنا دلوقتي ان الفيتامين دي عندنا الفيتامين دي النيتف اللي هو الفيتامين دي نفسه قبل ما يحصل له اكتيفيشن، وعندنا 25 هيدروكسي اللي هو طالع بعد الاكتيفيشن من الليفر، وعندنا ال 125 داي هيدروكسي اللي هو الكالسيترايول اللي هو طالع بعد ايه ما يحصل له اكتيفيشن في الكيدني. انا هعتمد على الليفل بتاع اي واحد فيهم علشان اقول ان العيان ده او البني ادم ده الفيتامين دي عنده قليل. كل الناس اتفقت على ان انا بعتمد على السيرم ليفل بتاع 25 هيدروكسي. ليه بس باستخدامه بالريلايبل اسي؟ ليه؟ على فكره قسمه الريلايبل اسي دي مهمه لان في اسيز كتيره كيتس كتيره بتستخدم ممكن تطلع لي فالسيس، ولكن احنا بنعتمد على السيرم 25 هيدروكسي للفيتامين دي كايه كاساس لتعريف الفيتامين دي ديفيشنسي. اشمعنى 25؟ لان ستيبل ال 125 الهاف لايف بتاعه قليل جدا، لكن ال 25 الهاف لايف بتاعه من 2 الى 3 اسابيع وما بيتغيرش بسرعه مع تغيير البي تي اتش ليفل. فدول خلوا الناس كلهم يعتمدوا على السيرم ليفل بتاع 25 هيدروكسي كانديكيتور للستاتس بتاعه الفيتامين دي في الدم في البني ادمين. حلو. طب بقى هي ايه الارقام اللي تحتها بقول ان العيان ده لو نقص عنده عن الرقم ده بنسميه فيتامين دي ديفيشنت؟ في اختلافات كثيره بين الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريكس. الامريكان اكاديمي ما طلعتش من 2008 ما عملتش ابديت للايه للارقام بتاعتها، وبين الناس بتوع الاندوكراين والناس بتوع الكيدنيز. لكن هنلاحظ ايه هنا؟ كلمه سفيشنت عدى ال 20، انسفيشنت او ديفيشنت لو اقل من 15. الحته اللي بين ال 16 و 20 بيسموها انسفيشنت. يعني الرقم الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريكس بتقول لو العيال البني ادم او الطفل الفيتامين دي بتاعه اللي هو 25 هيدروكسي فوق ال 20، يعني 21 او اكثر فوق ال 20 الوقت كويس. لو قل عن 15
الواد ده ديفيشن بين البنين بيسموه انسفيشن، عدى ال 100 بقى توكسيك دوز من الفيتامين دي نتيجه لان هو قاعد ياخد كميات كبيره. بتوع الاندوكرينال الاندوكرين يعني عاملين ليفلز اعلى شويه، بيقول لك هو لو عدى ال 30 حلو، لو قل عن 20 ده ديفيشنت، من 20 ل 30 انسفيشنت. تمام. بتوع الكلوكي او بتوع النيفرولوجي ماشيين تقريبا مع الامريكان اكاديمي، مع الامريكان اكاديمي او بيدياتريكس كديفينيشن يعني. في 2016 الجروب الكونسنسس ريكومنديشن دي اللي الناس بدات يعني تتجه ليها، اللي هي مجموعه من الجروبز اللي هم الاكسبرت اللي انا قلت لكم عليها، قالوا ارقام تقريبا شبيهه بتاع الامريكان اكاديمي في بيدياتريكس اللي هي فوق ال 20 سفيشنت، لكن قالوا ان هو ديفيشنت لو قل عن 12 مش 15. يعني الديفينيشن بتاع الديفيشنسي الامريكان اكاديمي بتقول اقل من 15، الكونسنسس الناس اللي جايين او اللي هو طلع في 2016 ده قالوا اقل من 12 هو العيان ده ديفيشنت. يبقى الكلام ايه؟ ان احنا بعتمد على 25 هيدروكسي سيرم ليفل مش الاكتيف فورم، والرقم خلينا نقول يا اما نستخدم بتاع الامريكان اكاديمي اللي هو اقل من 15، او الكونسنسس اللي هم الجلوبال كونسنسس اللي طلعت دي من 2016 قالت ان هو لو قل عن ايه؟ عن 12 نانو جرام بير ام ال علشان يبقى العيان ده نسميه فيتامين دي ديفيشنت. كويس. طب بالنسبه بقى للدايتريك كالسيوم انتيك ديفيشنسي، يعني امتى اقول ان العيان او الطفل بتاعي بياخد فيتامين دي اسف كالسيوم بكميه مناسبه؟ ده بيفرق حسب الايج بتاع العيان، في بتاع الطفل. فاول 6 شهور لازم يعدي 200 ملي جرام في اليوم. في التودلرز الاكتر شويه بنزود بنخليهم 260. في العيانين اللي فوق ال 12 شهر يعني لازم يعدي ال 500 ملي جرام في الايه في اليوم، يعني بعد السنه الاولى. يعني ان في السنه في الاول 6 شهور 200، في السنه لغايه 260، بعد كده الولد او البنت لازم ياخدوا اكتر من 500 ملي جرام في اليوم. لو قل عن 300 ملي جرام في اليوم يبقى الولد دول فيتامين دي اسف كالسيوم انتيك ديفيشنت. خلاص، يبقى احنا قلنا الارقام بالنسبه للفيتامين دي وبالنسبه للكالسيوم اللي هم لو حصل فيهم ديفيشنسي هيقدم لنا الى نيوتريشنال ريكتس. الكلينيكال برزنتيشن، والله يعني في نقطتين هنا عايز اهايلايت عليهم. الكلينيكال برزنتيشن في الاول حاجه ان الشورت تيرم، يعني لو واحد قعد الفيتامين دي ديفيشنت عنده او الكالسيوم ديفيشنسي عنده فتره مش كبيره، الجسم كان توليريت والعيان مش هيبان عليه اي اعراض. لكن عشان كده الماجوريتي بتاعت العيانين ممكن ما يبقاش عنده لسه ريكتس او الفلوريد بيكتشر بتاعت ريكتس تبان، بتحتاج فتره من الفيتامين دي ديفيشنسي ومن الكالسيوم ديفيشنسي عشان يبقى العيان يبان عنده الكلينيكال بيكتشر اللي احنا عايزينه. تمام، خلاص. يبقى ده الفلوريد ريكتس ما بيبانش الا بعد فتره. النقطه الثانيه اللي هي مهمه جدا يمكن انا هرجع لها بعد كده، الايفكت بتاع الايج. بس قبل ما نخش على الايفكت بتاع الايج، يعني امتى العيان ده بدات سنه، ايه سنه لما حصل عنده فيتامين دي ديفيشنسي او كالسيوم ديفيشنسي، دي هنرجع لها بعد شويه. الصور اللي انا هوريها لكم دي كلنا عارفينها وحافظينها، ان المين برزنتيشن بتاعت الريكتس اول حاجه ان العيان ده عنده سكريتال، والسكريتال دي زي ما انتم عارفين طبعا بتفرق طبعا، عنده فاكرين اللي هو البوكس شيد هيد، وعندك وايت انتيريو فنتانيل، وعنده الكرينيو تيبس، وعنده الايه الديلايد دنتيشن، كلنا عارفين دي. تمام. و الراكيتك روزاري عارفينها طبعا كويس كلنا وشفناها، ويعني حاجات كتير جدا الراكيتك روزاريز. تمام. وشفنا الايه الهاريسن سالكس، صح، وشفنا البيجون شيست. تمام، كل الكلام ده شفناه. وشفنا بقى العيان ممكن يحصل له سكليتال، يعني يحصل له كايفوزس او زي ده كده او سكايلوزس او بعتلى ذلك، وان العيان دول بيبقوا نتيجه الهايبوتونيا اللي عندهم، بيبقى بوت بيلي ابدومين، الابدومين بتاعهم بيبقى كده نتيجه المسل بتبقى ويك، وبالتالي العيان بيبقى البطن بتبقى بطس قدامه كده. تمام. وعارفين برضو ان هو بيحصل له ايه، فاكرين انتوا طبعا الايه الوايدنينج بتاع الايه الابيفيسس، تمام، اللي احنا بنحسها هنا، وبنشوف اللور ليم ديفورميتي سواء كان جينو ايه الجينو فالجم او الجينو فارا، او العيان ده بيبقى انتروبوستيريور ديفورميتي بتحصل. تمام. ونفس الكلام ممكن العيان ده يبقى عنده جينو فارا في واحده وجينو فالجم في الثانيه، يعني ده ممكن يحصل الكلام ده يعني. تمام، كل دي ديفورميتيز بتحصل. النقطه بقى الثانيه اللي انا يعني عايز اقول عليها هنا بقى، هرجع لاول سلايد انا قلتها لحضراتكم اللي هي ايه، ات از ديزيز اوف ا جروينج بون. يعني
الريكتس حصل في الفترة اللي بيحصل فيها الريكتس مين أكتر بون بتكبر؟ فلو كان العيان ده مثلا في السن ان الهيد بتاعته هي اللي بتكبر فتلاقي المانيفستيشن بتاعت الاكس بتحصل اكتر في الهيد، لو كان هو بيمشي تلاقي تحصل اكتر في رجليه، لو بيحبي تحصل اكتر في ايديه، لان دول اللي بيبقى عليهم بريشر فين على ايديه، لو كان بيحبي على رجليه، لو كان واقف، لو كان هو الهيد سيركمفرنس بتاعته بتكبر بسرعه، فبالتالي العيان ده لو حصل ريكتس في الايج ده يبدا يحصل الهيد مانيفستيشن تبقى. هل في الفيرست 6 مانث مين من دول اكتر حاجه بتحصل؟ العيانين دول او النيونيتال ريكس بالذات اكتر حاجه بتجيب البني ادم فيه هي الهايبوكالسيميا، يحصل له تيتاني، يحصل له كونفولشن. تمام، الولاد اللي هم التودلر زي ما قلت لكم اللي هو الولاد اللي هم بيحبوا هتلاقوا العيان ده ايه بيحب بايديه وبيزق برجليه، فتلاقي بيحصل في ايديه الديفورميتيز في الفور ارم ويحصل له بوينج اوف ذا ديستال تيبيا لانه قاعد يزق برجله. لما يبدا يمشي يبدا يحصل ايه بقى الجينوفارا بتاعت العيان يبدا يحصل له رجليه تقوس. تمام، نفس الكلام لو هو بيوكينج. طيب لو واد ادوليسنت بقى، ممكن الولاد بتوع الادوليسنت دول يا جماعه ان العيان يجي بجاست ايه ايزوليتد بون اكس. عشان كده احنا زمان كنا بنقول ان جروينج بون ده مهم جدا، الحاجات اللي بتجيب عيان رجليه بتوجعه وامه تيجي يقول لك الواد رجليه بتوجعه و الى ذلك، وكنا كلنا بنحط في دماغنا قصة الجروينج بون. لو ان 30% من الولاد اللي عندهم جروينج بون سبب الجروينج بون ده ان هو عنده فيتامين دي ديفيشنس، عشان كده لازم نحطها في اعتبارنا لما ام تيجي بالجروينج بون ده على الاقل نعمل له الكلاين فوسفاتيز نشوف الدنيا عنده عامله ازاي. كويس جدا. النيوتريشنال ريكتس في حاجه بتميزه ان العينين دول بيبقى عندهم هايبوتونيا، الولاد بيسموه زي ما بيقولوا ايه خرع، يعني تلاقي عنده هايبوتونيا كتير، ممكن لا عنده اذر نيوتريشنال ديفيشنسي، ممكن يبقى عنده ايرن ديفيشنسي انيميا. الريلاكسيشن بتاع المسلز وبتاعه الليجامنتس بتخلي العيان ده الليفر والسبرين بتاعه يبقوا توزد ويتحسوا، بيجي له ريكرنت انفيكشن فتلاقي عنده ليكوسايتوزس، كل الكلام ده بيحصل. كلام السلايد دي بتلخص الكلام اللي انا بقول لكم عليه، ان الايه لو قلنا ان ده الفيتامين دي ليفل، العيان ده من اول السفيشنسي يعني الليفل بتاع الفيتامين دي سفيشنت لغايه ما العيان يبقى سيفير ديفيشنسي، وان العيان ده ما عندوش في الفتره دي لو هو سفيشنت ما عندوش كلينيكال مانيفستيشن اللي احنا قلناها، بتفضل الكلينيكال العيان ده اسيمتوماتيك لغايه سيرتن كات اوف بوينت اللي احنا قلناها. لو الامريكان اكاديمي هنقول 15، لو اللي هو الجلوبال كونسنسس ده هنقول 12 نانو جرام، بدا العيان ده يبقى عنده اوفر ريكتس. يبقى انا ما بشوفش غير ايه ذا تيب اوف ايسبرج اللي هي الحته اللي العيان فيها بقى سيفيرلي ديفيشنت والفيتامين دي بقى سيفيرلي ديفيشنت ونتيجه لكده بقت الايه العيان ده عنده بريزنتيشن، لكن ما دون ذلك العيان ده قد يكون عنده ايه ديفيشنسي لكن لسه ما بانتش ككلينيكال بريزنتيشن. كلنا عارفين الرسمه الجميله دي، بنطلب للعيان ايه؟ بنطلب له اكس راي، صح؟ لو انا شاكك ان العيان عنده ريكتس بلاقي في الاكس راي الديفورميتيز الموجوده، بلاقي عندنا الترياد اللي احنا كلنا عارفينه اللي هو وايدنج والكابينج والفرينج، ممكن اشوف الروزاريس لو في تشست اكس راي، والعينين بيحصل لهم جرين ستيك فراكشر لو تفتكروا، عيل صغير قاعد ايه يعيط ومش لاقيين له سبب، وانت لما تيجي تعمل له اكس راي تلاقي عنده جرين ستيك فراكشر. يعني ايه جرين ستيك فراكشر؟ يعني حصل فراكشر من غير ما يحصل ديسبليسمنت، فده يبان راديولوجيكالي، وكل اللي بقى جايب العيان اللي هو البين الرهيب اللي بيخليه يعيط، وانا ببدا اعمل يعني لو انا بعمل يعني بالبيشن هنا بالبيشن فممكن الاقي هنا في ارياز ايه اوف تندرنس. الانفوجراف ده بيبين بس ايه عشان يقول لكم الكلام اللي انا قلت بقوله ايه، ان البرايمري ديفكت في العيانين دول زي ما قلنا ايه نقص الكالسيوم. اول ما الفيتامين دي او الكالسيوم يقله، انتوا فاكرين الفيتامين دي قلنا بيشتغل ازاي؟ عن طريق ان هو بيزود الكالسيوم والفوسفيت ابزوربشن، فيبدا الكالسيوم يحصل له ابزوربشن يقل، فالسيرم كالسيوم يبدا يقل. اول ما السيرم كالسيوم يبدا يقل يبدا يعمل بقى ستيميوليشن البي تي اتش بشكل رهيب جدا، فالبي تي اتش يبدا يزيد، يحاول ان هو النتيجه للديفكت بتاعه يزود لي الفوسفيت اللي بينزل في اليورين، فالفوسفيت يبدا يقل، لكن البي تي اتش ده يحاول يعمل اكتيفيشن 125 عشان يزود السيرم ليفل، فيحاول يعدي اللعبه دي. انا عايز اقول دي ايه ليه مهمه ايه؟
ان البرايمري ايفنت هو الهايبوكالسيميا، وان هنا عندي كرياكشن من الجسم عشان يحافظ على الكالسيوم، لان اول ما الكالسيوم يبدا يقل البي تي اتش هنا بيعلى. يبقى اذا العيان ده اهم حاجه فيه بتميزه زي ما قلت لكم ان البي تي اتش هنا، ان الكالسيوم ممكن يقل في الاول لكن البي تي اتش بيزيد بكميات كبيره جدا عشان يحافظ على الكالسيوم. ده يخلي ايه بقى؟ ده يخلي ان اللاب بتاع العيانين دول ان البي تي اتش بتاعه اد الفيتامين دي ديفيشنسي، البي تي اتش بتاعه بيبقى عالي جدا، الكالسيوم لا اما بيبقى له لا اما بيحاول ان ايه ان البي تي اتش العالي ده يحافظ على الكالسيوم. البي تي اتش ده لما بيعلى يا جماعه بيعمل ستيميليشن كمان للالكلاين فوسفاتيز. تعرفين اهميه الالكلاين فوسفاتيز ايه؟ الكلاين اسمه الكلاين فوسفاتيز، ده حاجه بتبقى جايه في الكوندروسايتس يعني جوه البون. هو الكالسيوم بيبقى ديبوست احسن في الكلاين ميديا ولا في اسيديك ميديا؟ الكالسيوم بيبقى ديبوست في الكلاين ميديا، تمام؟ فعشان كده ده اسمه الكلاين فوسفاتيز، بيخلي الميديا جوه البون الكلاين، فيخلي اي كالسيوم موجود يبقى ديبوست احسن. عشان كده اول ما البي تي اتش يزيد يعمل ستيميليشن للالكلاين فوسفاتيز سكريشن ده من الكوندروسايتس، فيخلي الالكلاين فوسفاتيز يعلى. يبقى والحاجه اللي بعد كده او المهمه جدا هنا في العينين دول عشان هو اسمهم ايه هايبو فيتامينوزس دي، يبقى 25 هيدروكسي فيتامين دي از فيري لو، از فيري لو، از فيري لو، تمام؟ يبقى الكاركترستكس في العينين بتوع الهايبو فيتامينوزس دي، الكالسيوم بتاعه بيبقى لو النورمال، الفوسفيت بيبقى لو النورمال، لو في الغالب. ليه الكلام ده بيحصل او الرياكشن بتاع الجسم بيبقى عندك انت الايه البي تي اتش عالي جدا والالكلاين فوسفاتيز عالي جدا، لكن ال 25 زي ما قلنا واطي، 25 هيدروكسي واطي. دول اللاب اللي انا ممكن اطلبه اعمل مونيتور بالالكلاين فوسفاتيز، اشوف 25 هيدروكسي فيتامين دي في الاول علشان ايه؟ علشان يعني اتاكد ان عنده هايبو فيتامينوزيس دي، وابدا اشوف الكالسيوم والفوسفيت بتاعي عامل ازاي، تمام؟ دول الانفستيجيشن اللاب اللي انا بطلبه. يبقى انا مجرد لو شكيت ان عنده ريكتس بطلب له اكس راي، باخد منه نيوتريشنال هيستوري كويس واشوف الريسك فاكتورز اللي احنا قلناها، الكلينيكال مانيفيستيشن بتفرق حسب الايج بتاع العيان، بطلب له في اللاب الفيتامين دي 25 هيدروكسي فيتامين دي ليفل والكالسيوم والفوسفور، واطلب له الالكلاين فوسفاتيز لان مهم جدا الالكلاين فوسفاتيز ان هو يساعدني بعد كده فين في المونيتور. نقطه هنا بس قبل ما نخش في التريتمنت، هل انا اي عيان جاي لي او اقابله في الشارع اقول له اعمل لي 25 هيدروكسي؟ نو. انا بعمل 25 هيدروكسي فيتامين دي دول لو العيان ده عنده جروث موتور او ديلي، او العيان اوبيس على الناحيه الثانيه، او عنده واحده من الريسك فاكتور اللي احنا قلناهم، تمام؟ الريسك فاكتور اللي احنا قلناهم في الايه في السلايدز اللي هي بتاعه الريسك فاكتور في فيتامين دي ديفيشنسي، او عنده كرونيك ديزيز ممكن يسبب له فيتامين دي ديفيشنسي. اوكي، يعني اليونيفرسال سكريننج اوف 25 از نوت ريكومند. زي ما اتفقنا انا لازم اعمل الكلاين فوسفاتيز، اعمل السيرم، اعمل الايه راديولوجي، ده كله هيساعدني فين في الدايجنوزيس بتاع الفيتامين. احنا قلنا الفيتامين دي ديفيشنسي او الهايبوكالسيميا هما دول الاساس. ازاي امنعهم؟ منعهم عن طريق ثلاث حاجات: ازود السن اكسبوجر، اعمل فيتامين دي سبلمنتيشن كبروفيلاكسس عشان امنع حدوث الهايبو فيتامينوزيس دي، اعمل فورتيفيكيشن للميلك بفيتامين دي وكالسيوم علشان ايه؟ علشان اقلل برضو نفس الكلام من ديفيشنسي. مين فيهم اكتر واحده مهمه؟ هل ان انا اخلي العيان ده يبقى اكسبوز للسن، او ان انا اعمل فورتيفيكيشن للميلك، او انا اعمل فيتامين دي سبلمنتيشن؟ اكتر واحده مهمه ولقوها بتجيب نتيجه احسن من التانيين هي الفيتامين دي سبلمنتيشن. ارجع تاني واقف هنا ان الفيتامين دي اللي انا بديه للولاد كبروفيلاكسس اتزانيتيف فيتامين دي، زي ما هنرجع دلوقتي في السلايدز اللي بعد كده. كلمه بقى سان اكسبوجر، اديله سان قد ايه، اعرضه للسان لمده قد ايه، والسان بتاعت امتى، ساعه الصبح ولا بتاعت الظهر ولا بتاعت بالليل. خلي بالكم كل الكلام ده يعني ما فيش عليه كونسنسس كامل. هم لقوا ان في الادلت ان انا لو عرضت البني ادم وقعد في فتره السمر مانث لمده 10 ل 15 دقيقه اللي هو جسمه لايت مش دارك سكن، ده ممكن يجنريت من 10000 ل 20000 انترناشونال يونت بتاع فيتامين دي. في الاطفال الكلام ده مش
it is not easy to determine. مش معروف. وده ك الامريكان اكاديمي كبقى صراحة ما فيش عندي ليفل بتاع فيتامين دي اسف في الاطفال. لكن ميت سان ريز قد ايه اللي هتعرض لها ولا ديوريشن ولا وقت. طيب. السبليمنتيشن بتاع فيتامين دي. بكرر تاني اللي هو النيتف فيتامين دي. مش الاكتف فورم بتاع فيتامين دي. فيتامين دي سبليمنتيشن بيعتمد على النيتف فيتامين دي فقط. ودي الدوزس احنا كلنا عارفين الكلام اللي احنا بندي اللي هي 400 انترناشنال يونت. احنا عشان نحولها بالمايكروجرام يعني حوالي نقسم دايما على 40. يعني عشان تحول انترناشنال يونت للمايكروجرام انا بقسم على 40. فانا بدي له 400 انترناشنال يونت في اليوم from day zero up to one year. لو هو العام بري تيرم بدي له جرعه اكبر شويه من 400 ل 800 انترناشنال يونت عشان طبعا هو الستورز عنده اقل وريت اوف جروث اعلى. بعد 12 شهر ادي ولا ما اديش؟ ادي لو العيان ده عنده هاي ريسك اللي احنا قلناهم قبل كده. كل الومن وخصوصا في التشايلد بيرنج بيريود لازم ياخدوا فيتامين دي سبلمنتيشن يوصل 600. يبقى انا الاساس عندي اللي هو الهيلثي انفنت من 0 ل 1 يير بياخد من 400. لو هو بري تيرم بزود له الدوز على لغايه 800. بعد سنه لو هو عنده هاي ريسك بديله 600. اد اي بريجننت وومن او اي وومن في التشايلد بيرنج بيريود يستحسن انها تمشي 600 عشان تبقى عندها نقص في الايتا. دي نقطه يعني عايز يعني اقف عندها بعد كده. هل مفروض ان انا ادي للعيانين بروفيلاكسس كالسيوم يعني يمشي مع الفيتامين دي كالسيوم؟ ذا انسر از يس. ان انا بدي للعيان على الاقل 500 للبني ادم هو مش عيان على الاقل 500 ملي جرام اليمنتال كالسيوم ده ديورنج التشايلد هود والادوليسنس لازم ياخدهم عشان امنع الفيتامين دي ديفيشنسي واسف امنع الكالسيوم ديفيشنسي وبالتالي امنع النيوتريشنال ايه النيوتريشنال. الفورتيفيكيشن بقى والله ده بيفرق من بلد للتانية. الناس بيحطوا في الديري برودكتس، الناس بيحطها في الجوسز، الناس بيحطها في السيريالز. ده بيفرق من بلد للتانية وما فيش يونيفرسال كونسنسس على مين الفود اللي عامله فورتيفيكيشن بالفيتامين دي او بالكالسيوم علشان امنع حدوث الفيتامين دي ديفيشنسي. يبقى احنا قلنا ان الفيتامين دي عشان امنعها او النيوتريشنال ريكس امنعها بفيتامين دي سبلمنت وكالسيوم. الفيتامين دي سبلمنت هو نيتف فيتامين دي يبدا من داي 0 400 انترناشنال يونت. الكالسيوم يبدا اديله 500 ملي جرام. السان اكسبوجر مطلوب بس ما نعرفش امتى وفين والمده قد ايه. الفورتيفيكيشن فود ده مطلوب بس برضو ما فيش يونيفرسال اكسبتنس عليه. اعالجه ازاي؟ زي ما احنا قلنا هو نيوتريشنال ريكت سببه ايه؟ حاجتين، الفيتامين دي ديفيشنسي والكالسيوم. يبقى لازم ادي الاثنين. ولا زلنا هنا عند مين؟ عند النيتف فيتامين دي. هل انا ادي اي عيان؟ لا، العيان اللي عنده سيمتوم. تمام؟ العيان اللي عنده سيمتوم. الغرض منه ايه؟ ان انا اعمل فلوريد للستورز بتاع فيتامين ال 25 ارجعها للاصل. يعني عشان كده يعني ما بديش اكتف فورم بتاع فيتامين دي. انا عايز ادي نيتف فيتامين دي يمشي في الكاسكيد بتاعته، يحصل له عند الليفر، يحصل له اكتيفيشن عشان يدي 25 يوصل للليفل بتاعه اللي احنا عندينه. ما بديش اكتف فورم فين؟ في العيان اللي هو عنده نيوتريشنال ريكت. طيب الفيتامين دي بديه بجرعه قد ايه؟ هل اخد انا فيتامين دي 2 ولا فيتامين دي 3؟ هل اديه اورال ولا بارنترال؟ الديوريشن بتاع التريتمنت قد ايه؟ في كلام طبعا زي ما حضراتكم عارفين. لكن الكلام لا اما انا اللي يؤدي ديلي دوز من الفيتامين دي نيتف فيتامين دي زي ما قلت بدوزز بتفرق حسب سن العيان من 2000 لغايه 6000 انترناشونال يونت في اليوم لمده 3 شهور، وبعد كده اديله مينتنس دوز بتاعته حسب سنه 400 او 600 لغايه ما 25 هيدروكسي يرجع للايه؟ للسفشنت ليفل. طيب في طريقه ثانيه دي الاورال. في طريقه ثانيه البارنترال. فاكرين انتوا ان انا ممكن انجل سنجل دوز من الفيتامين دي اللي هي 50000؟ مش لازم بارنترال، يعني 50000 او 150000 او 300000 يعني بدي هاي دوزز من الفيتامين دي. تمام؟ بتبقى سنجل دوز. طيب هنا مين اللي احسن، دي 3 ودي 2؟ الاورال مش فارقه، لكن لو انا بدي بارنترال احسن ادي الفيتامين. لو انا قصدي بعمل على سنجل دوز احسن الفيتامين دي 3 من الفيتامين دي 2. الاورال احسن ولا البارنترال ما تفرقش معايا، انا كل اللي يهمني ايه التوتال دوز اللي انا بديها من الفيتامين دي قد ايه. مع الحط في الاعتبار ان البارنترال اللي او الفيري هاي البارنترال ده ممكن يعمل لي، وحضراتكم شفتوا كده قبل كده كتير، ممكن يحصل لي ايه؟ شوك ثيرابي، اللي بيسموها شوك ثيرابي، ان لما ادي فيري هاي دوز من الفيتامين دي يحرك الكالسيوم مره واحده يدخله في البون، العيان ده يحصل له هايبوكالسيميا
الدم الكالسيوم بتاعه ينقص يحصل له تيتاني. تمام. والهاي الهايبر فيتامينوزيس دي لها علاقه اكتر برضو باللي هي الايه الفيري هاي دوزز من الفيتامين دي. يعني هنرجع تاني التريتمنت نيتف فيتامين دي الدوز بتاعته او البراند دي 3 ولا دي 2. الدي 3 هيبقى احسن لو انا بستخدمه اللي هو السنجل ديلي دوز لمده 3 شهور. الدي 3 قد الدي 2 زي بعض، لكن الدي 3 احسن لو انا بستخدم السنجل دوز. لو انا بستخدم الديلي دوز الدوز بتفرق حسب سنه من 2000 ل 6000 انترناشونال يونت في اليوم، ديلي دوز لمده 3 شهور ثم ابدا بعد كده ايه المينتنس. الكالسيوم يس بنعمله كالسيوم سبلمنتيشن زي ما قلنا تقريبا 500 مللي زي الحاجه اللي هي البروفيلاكسس دي. لكن في حته بقى مهمه جدا هنا اللي هي بتوضح دور الاكتيف فورم اوف فيتامين دي في النيوتريشنال ريكتس اللي العيان عنده سيمتوماتيك هايبوكالسيميا، اللي هو في الغالب هو مين اللي هو العيان بتاع النيوبور اللي هو النيونيتال ريكتس ده، او ده اللي انا ممكن ادي معاه الالفا كالسيدول اللي هو الاكتيف فورم بتاع فيتامين دي وانا مستريح لغايه ما اعمله فلارش للايه للسيرم ليفل، وبعدين ابدا بعد كده ادي الفيتامين دي اللي انا محتاجه. الفولو اب انا يمكن قلت لكم الفولو اب ده بعملها بالسيرم كالسيوم والفوسفات والالكلين فوسفاتيز، ده مهم جدا. ويمكن بعد كده ممكن ابقى اعمل بقى الراديولوجي عشان العيان ده اشوفه حصل له هيلينج ولا لا، او وممكن اعمل له بعد كده 25 عشان اتاكد ان الايه ان الفيتامين دي رجع للليفل بتاعه. لكن الفولو اب اساسا بالالكلين فوسفاتيز والكالسيوم والفوسفات زي ما اتفقنا، والراديولوجي بعد كده مرحله بقى. كده يبقى خلصنا نيوتريشنال ريكتس اللي هو بيمثل لي اهم مجموعه او اكتر مجموعه من الريكتس، واللي هو بيجي نتيجه الفيتامين دي ديفيشنسي او الكالسيوم ديفيشنسي او الاثنين مع بعض. وشفنا الكلينيكال بيكتشر بتاعته واللاب وازاي نعمل له بريفنشن. هناخد وقت قليل شويه على الاثنين اللي جايين اللي هي الفيتامين دي ديبندنت ريكتس والهايبوفوسفاتيميك ريكتس، والغرض منهم ان انا ابقى عارف امتى ابيك اب ذيس كيسز، ده مهم جدا قبل ما واعمل له ريفيرال. لكن احنا كلنا كجنرال بيدياتريشن الاهم فيها ازاي اعرف اعالج نيوتريشنال ريكتس وازاي اعرف اعمل بيكنج اب للحاجات اللي مش نيوتريشنال ريكتس. فالجروب الثانيه المهمه اللي هي الفيتامين دي ديبندنت ريكتس، اللي هي لو تفتكروا بقى الرسمه الثانيه اللي احنا قلناها دي اهي هنرجع لها ثاني، اللي هو العيان ده اللي هو عنده ديفيشنسي فين في الـ في الـ في الـ في 25 هيدروكسيليز اللي هو الميوتيشن بتاع جين ده، او عنده ديفيشنسي في او ميوتيشن في الجين بتاع اللي بيبقى مسؤول عن الالفا 1 هيدروكسيليز، او ان العيان ده عنده ديفكت او ميوتيشن في الريسبتور، او ميوتيشن فين او الاكسبريشن بتاعه الهرمون ريسبتورز اللي هي الهكسونز اللي احنا موجودين. ودول الاربعه دول بيسموهم لو تشوفوا كده كلهم ايه فيتامين دي ديبندنت ريكتس تايب 1 اي وبي وتايب 2 اي وبي. تمام. دي مهمه اللي هي ده اهي بس عشان نسميها ايه هيريديتري سودو فيتامين دي ديفيشنسي ريكتس، يعني تلاقيها شبه مين شبه الريكتس بتاع النيوتريشن بالظبط في الايج بتاعه والكلينيكال برزنتيشن وكل حاجه، بس اللي فرقه فيه حتى في الفيتامين دي ليفل بيبقى واطي لان الديفكت في الايه في الـ في الـ في الهيدروكسيليشن، لكن العين ده ما بيحصلش ريسبونس للدوزز اللي احنا قلناها اللي هي من 2000 ل 6000. تمام. طيب هل في كاركترستيك كلينيكال فيتشرز انا لو شفتها، خلي بالنا من النقطه دي كاركترستيك كلينيكال فيتشر، انا لو شفتها في العيان ده ممكن اقول ان العيان ده عنده فيتامين دي ديبندنت ريكتس. اللي هم مين بقى اللي هم الجروب ده اللي هي بتاعه الفيتامين دي ديبندنت ريكتس تايب 2. انت شفتوا الرسمه دي قبل كده او شفتوا العينين زي دول قبل كده؟ العينين دول بيبقى عندهم الوبيشيا وعندهم ايرلي لوس فين في الايرلي لوس في التيث، يعني وجود الالوبيشيا او الايرلي لوس اوف تيث دون في العينين دول ده بيخليني افكر دايما في الفيتامين دي ديبندنت ريكتس تايب 2. النقطه الثانيه برضو اللي طبعا الديفورماتيز بتبقى ماركت لان العيان ده بياخد فيتامين دي طول ما هو ماشي وقاعد وكل واحد بيسلم عليه بيدي له فيتامين دي والديفورماتي بتاعتهم بتبقى ماركت بس ايه بروبورشنت زي ما هنشوف الرسمه الثانيه اللي بعد كده. تمام. الحاجه برضو المهمه اللي نحطها في دماغكم هنا ان الفيتامين دي ديبندنت ريكتس ده معظمه اوتوزومال ريسيسيف، فانت بتلاقي ممكن كونسنجوانيتي في العيله وممكن تلاقي اكتر من واحد في العيله افكت. دول يعني نقط بتخلينا نقول يعني ايه ان العيان ده ممكن يكون فيتامين دي دي كلينيكال بوينتس، ممكن تقول انه يبقى فيتامين دي ديبندنت ريكتس، يبقى وجود الالوبيشيا الايرلي لوث الكونسنجوانيتي او الايه او الكونسنجوانيتي او السيميلر كونديشن في العيله، ثم اللاب.
لو تفتكروا برضو الباث فيسيولوجيك ايفنت هنا ايه؟ الهايبوكالسيميا، يعني هايبوكالسيميا هالفيري. عشان كده ده بيبقى شبه النيوتريشنال ريكتس في وجود الايه؟ الهايبوكالسيميا. معلش، في وجود الهايبوكالسيميا بتاعته شايفين نورمال اور لو؟ نورمال اور لو، لكن البي تي اتش بتاعهم برضو بيبقى فيري هاي او هاي، شبه الراجل ده. الالكلاين فوسفاتيز بتاعهم نفس الكلام، بيبقى فيري هاي. الفرق بينهم هو مين؟ الفيتامين دي ليفل. الفيتامين دي ليفل في النيوتريشنال ريكتس زي ما قلنا بيبقى واطي، لكن ما بيبقاش واطي الا في السودو فيتامين دي ديفيشنسي ريكتس اللي هو التايب ده، لكن بقيه الحاجات بيبقى نورمال. وفي الريسبتور خلي بالكم، لو عيان عنده ريسبتور ديفكت هتلاقي اللي عنده الفيتامين دي بيبقى عالي. يبقى اذا اللي بيميزهم دول الهايبوكالسيميك ريكتس ده او الفيتامين دي ديبندنت ريكتس عن النيوتريشنال ريكتس في اللاب، الليفل بتاع 25 هيدروكسي فيتامين دي، لكن هتلاقي عنده البي تي اتش عالي زي بتاع النيوتريشنال ويمكن يبقى اعلى. الالكلاين فوسفاتيز بيبقى عالي زي بتاع النيوتريشنال. ليه؟ لان الاثنين دول المين باث فيسيولوجيك افكت هو الهايبوكالسيميا. انا مش هخش في تريتمنت لانه مش مفروض ان احنا كجنرال بيدياتريشن نعالجه، لكن تبقوا عارفين هنا بقى ان العيان ده محتاج كالسيوم بكميات كبيره جدا، وبياخد بقى هنا اكتف فورم بتاع فيتامين دي لمده فور لايف بكميات كبيره. يعني هنا بقى هنا الفيتامين دي مفيش فيه هزار، ده الاكتف فورم، هو الاكتف فورم مع كالسيوم بكميات كبيره جدا. ناكل 500 ملي جرام، شوفوا هنا ممكن يوصل لكام؟ لواحد و3 جرام في اليوم، والعيان ما بيتحسنش. وبندي بقى هنا الفا كالسيدول او الوان الاكتف فورم بتاع الفيتامين دي بكميات كبيره جدا. ممكن العينين دول يحصل لهم هايبر باراثايرويد، يبقى تيرشري، واضطر ان انا اعمله كالسيوم هيميتكس او اعمله باراثايرويدكتومي زي العيان بتاع الاندستيش كدني بالظبط. يعني الثاني بقى او الديزيز الثاني برضو الهيريديتري اللي عايزكم تبقوا عارفينه، لان ده مش رير، بيبقى موجود، اللي هو الهايبوفوسفاتيميك ريكتس. يمكن الهايبوفوسفاتيميك ريكتس لو تفتكروا الرسمة دي قلناها برضو ان العيان ده اللي هو بيبقى ايه، العيان ده بيبقى الاف جي اف ده اللي بيطلع من الاوستيوسايتس. الجين ديفكت دول اكتر حاجة بتحصل او الموست كومن فيهم اللي هو الهايبو فوسفاتيميك، اللي هو الاكس لينكد هايبو فوسفاتيميك ريكتس. طيب انا لو وريت لكم الصور هتلاقيكم شفتوا حالات من دي قبل كده، اللي هم دول، سيبكم من ده لان ده مش كومن، اللي هم ده الاكس لينكد ده اهو. العينين دول بيبقى الديفورميتي بتاعتهم very very common، وبتحصل فين اكتر؟ في رجليهم. مش معنى رجليهم بقى، لان الولاد دول الريكتس يوجوالي بيبقى ستارتد في السكند يير اوف لايف. سكند يير اوف لايف ده البني ادم بدا يمشي اكتر. انتوا فاكرين الهيد سيركمفرنس كانت ادبرس 35، وبعد سنه تبقى 45، وبعد سنتين يبقى 47. يعني في السنه الاولانيه بتكبر 10 سم، وفي السنه الثانيه بتكبر 2 سم. يعني ريت اوف جروث في الفيرست يير بيبقى عالي جدا. عشان كده النيوتريشنال ريكتس تلاقي العيان ده عنده كل المانيفستيشن بتاعت الهيد، لا اللي في الهيد اللي هي اللي انا وريت لكم صورها. لكن الولد بتاع الهايبوفوسفاتيميك ده ممكن ما تحصلش عنده الايه، او البنت لان هي اكس لينكد اكتر، بتلاقيها ممكن ما تحصلش عنده في الهيد لكن تمام في رجليه. الحاجه الظريفه برضه العينين دول بيبقى عندهم دنتال كيرس اكتر حاجه، لغايه ان بيبقى عندهم دنتال ابسس. الصوره دي بقى ظريفه جدا، وياما شفنا بقى، يمكن انتوا شفتوا برضه القصه دي، ان تلاقي ايه، ام واثنين من بناتها لانها اكس لينك، والثلاثه عندهم ايه، زي ما انتم شايفين رجليهم عامله ازاي، عندهم ديفورميتيز في الليج، والثلاثه شورت، والشورت ايه، ديسبروبورشنت. شايفين الست ايديها واصله لفين؟ ايديها واصله تقريبا لركبها. يعني ايه؟ شايفين برضه حتى بنتها ايديها واصله لايه، لركبها. ليه؟ لان المشكله بتحصل اكتر في رجلين، فالعيان ده بيبدا يحصل رجليه بتقصر اكتر من ايديه. تمام، فتلاقي العينين دول ايه، ستات في الغالب، ام وبناتها، وبتلاقيهم ديسبروبورشنت دورف. يعني تمام، وساعات يحصل لهم دولك كفلي، مش بوكس شيبد هيد، نتيجه ان بيبقى فيه بريماتور كلوجر للفونتانيل، فيبقى تلاقي راسهم زي الايه، زي الدولك كفلي، يعني من ورا فلات، واللي هي البرايتال فلات اسف، والفرونتال بتاعهم فيه ايه، فيه بوزنج. اللاب الفيري كاركترستيك لاب اللي بيفرقهم على الهايبو كالسيميك اللي هو سواء كان الفيتامين دي ديبندنت او الفيتامين دي ديفيشنسي، هو الفوسفيت. الفوسفيت هنا لو، فيري لو. شفتوا بقى هنا البي تي اتش عامل ازاي؟ نورمال.
والبي تي اتش والالكلين فوسفاتيز هاي بس مش فيري هاي زي دول. تمام. 25 هيدروكسي مش واطي لان هو ملوش دعوه خالص بال25 ده الفيتامين دي الاكسس بتاعه كويس لكن الفوسفيت هو اللي عنده مشكله. يعني العيالين وبعدين لما نيجي ندور على الفوسفيت في اليورين تفتكروا الرسمه تلاقي الفوسفيت في اليورين في الولاد دول عالي جدا عالي جدا. يعني الهايبوفوسفاتيميك ريكتس بيحصل في ايش شويه ليت عن الباقي. العيالين بيبقوا شورت ستيتشر وعندهم ديفورميتيز في رجليهم اكتر ويبقى اكس لينكد يعني معظمهم في الستات الفوسفيت هنا فيري لو فيري لو والخلايا الفوسفاتيز بتاعهم مش عالي ولا البي تي اتش. ده دي مش مشكله قوي دي. طبعا ده علاجهم ايه؟ علاجهم اكتف فورم فيتامين دي ومش كالسيوم بقى لا ادي فوسفيت. يعني مش هتحسنوا الا لما اخد فوسفيت وفيري هاي دوزز من الفيتامين دي. برضو دي مش 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 قصتنا. تمام. عشان كده بقى السلايد او السلايد اللي جايه دي يا جماعه دي مهمه جدا. انا دلوقتي عندي عيان جاي لبريكتس بسكليتال مانيفستيشن بتاعت ريكتس. انا ايه بقى اللي يخليني اقول ان ده نيوتريشنال او ان ده واحده من هيريديتري؟ اول حاجه اشوف الايج اوف برزنتيشن، يعني العيان ده بدات تبان عنده الريكتس امتى. وبتاع نيوتريشنال ريكتس ما انساش اخد منه نيوتريشنال هيستوري كويس جدا واشوف الريسك فاكتور، هل هو بري تيرم، امه كانت عامله ازاي، هو فيري اوبيس، الولد ده يعني بياخد سبلمنتيشن جايب من فيتامين دي ولا لا. الكونسنجوانيتي والبوست فاميلي هيستوري هتخلينا بص على لو لقيتهم في كونسنجنس كابل او في بوست فاميلي هيستوري هتخلينا افكر فين في الاثنين بتوع مين، الهايبوكالسيميك او الهايبوفوسفاتيميك. وجود كلينيكال فيتشرز زي اللي احنا قلناها دي اللي هي الكلام الصوره بتاع الهايبوفوسفاتيميك او الالوبيشيا واللوس اوف تيث بتاع الايه الهايبوكالسيميك اللي هو الفيتامين دي ديبندنت ريكس خلينا اشك. اللاب ابص على كميه الكالسيوم كويس والفوسفيت واعمل 25. البي تي اتش لو لقيته عالي قوي او الالكلاين فوسفاتيز لقيته عالي قوي ده في قصه مين الايه الفيتامين الفيتامين دي ديبندنت ريكس او الفيتامين دي ديفيشنس ريكس. وفي المقابل اللي يفرقهم دول مع بعض الايه 25 لو 25 ليفل. الثاني في المقابل الفوسفيت بتاعه بيبقى واطي جدا، كميه الفوسفيت في اليورين عاليه جدا، البي تي اتش ما بيعلى بس ما بي في الاكس لينكد ما بيعلاش تقريبا او بيبقى على الابر نورمال، والايه الالكلين فوسفاتيز بتاعه بيعلى بس مش بنفس العلو بتاع الايه الفيتامين دي ديفيشنس ريكس او الفيتامين دي ديبندنت ريكس. تمام. ده فيري سمبل ابروتش. طبعا انا بقى لو عندي موليكولر جينيتكس هبدا بقى اشتغل على الايه على الكونسبتس الجديده اللي احنا كنت بقول لكم عليها ان احنا نشوف الليفل بتاع الاف جي اف، نعمل جين ميوتيشن اناليسز عشان ما يلاقي. انا طبعا انا عشان الوقت انا هعدي بقى القصه دي كلها اللي هي الكومبليكيشن بتاعت الفيتامين دي اللي احنا بنديه دي انا هعدي عليها عشان برضو ايه انتوا زمانكم زيتوا مني. اللي انا عايز اوصل له بقى في الاخر ان مش كل حالات الريكس هي هايبو فيتامينوز. اشرف احنا معاك يا دكتور اشرف، الله يخليك معاك وكلنا، والفيوهات ما شاء الله حاجه رائعه، فما فيش حد زهق فبراحتك خالص خالص خالص. الله يخليك يا دكتور محمد، انا خلاص خلصت اهو. احنا ماشي، اللي احنا عايزين نوصله النهارده ان مش كل حالات الريكتس هي هايبوفيتامينوزس دي ريكتس. نمرة واحد، ان الفيتامين دي ديفيشنسي او الهايبوفيتامينوزس دي ده او النيوتريشنال ريكتس ده لازم اعتبرها جلوبال بابليك هيلث برايورتي. شفتوا لغايه 90% من البني ادمين عندنا ممكن يبقى عندهم ديفيشنسي بتاع فيتامين دي. النيوتريشنال ريكتس اللي انا بشوفه بعناية ده التيب اوف ذا ايسبرج، يعني 80-90% من اللي انا بشوفه بس بعناية هو 10-20%، لكن 80-90% الفيتامين دي ديفيشنت عندهم والعينين دول ما عندهمش مانيفستيشن. ان المانيفستيشن بتفرق حسب الايج واتفقنا ازاي بتبقى فرقه، ان كل ما العيان او الريكتس او السن اللي حصل فيه الريكتس مين البون اللي بتكبر اكتر ومين اللي عليها لود هي اللي هتتاثر. ان الـ ان الـ ان الريفليكشن بتاع فيتامين دي هو 25 هيدروكسي سيرم ليفل. تمام. السيرم ليفل الليفل اللي عنده الكات اوف بوينت اللي عنده بقول ان العيان ده عنده فيتامين دي ديفيشنسي. الامريكان اكاديمي بتقول 15، الكونسنسس الجديد اللي هو طلع بعد كده بيقول 12، هو ده الليفل اللي تحته بقول ان عنده ديفيشنت. اللي من 12 ل 20 او من 15 ل 20 بيبقى انسفيشنت. تمام كويس، لكن ما دون ذلك فوق الاعلى من كده يبقى سفيشنت حسب الديفينيشن. الحاجه الثانيه
ما فيش داعي ان انا اعمل يونيفرسال سكريننج، يعني ما فيش اي عيانه او اي بني ادم اقابله اقول له روح اعمل فيتامين دي الا اذا كانت ريكومندد، راجل عنده مانيفيستيشن او من الهاي ريسك جروب اللي احنا قلناه. ان السبلمنتيشن مهم جدا بتاع فيتامين دي، وما انساش الكالسيوم عشان اعمل بريفنشن للفيتامين دي ديفيشنسي ريكتس. والسبلمنتيشن يا جماعه بيكون بالنيتف فيتامين دي، بكرر تاني بالنيتف فيتامين دي. السبلمنتيشن مهم. السن اكسبوجر ده كلام عليه امتى وكام وفين وازاي، ده ما فيش فيه ديفينيت انسر في الاطفال على الاقل. ان انا اعمل فورتيفيكيشن لكن البوليسي بتفرق من ايه، من دوله لتانيه. ما فيش يونيفرسال اكسبتنس للفورتيفيكيشن يتم في اي دواء بكميه قد ايه. ان الجيناتيك ورك اب بتاع العيان او الميوتيشنال اناليسيس ده مهم عشان ابدا اعمل بيك اب للايه، لل او اشخص بشكل اكبر الحاجات اللي هي هيريتابل كوزز اوف ريكتس. والهيريتابل كوزز اوف ريكتس زي ما احنا قلنا يمكن بتمثل 13%، ويمكن شويه كلينيكال بريزنتيشن او فيتشرز بتساعدني ان انا اعمل بيك اب، بجانب اللاب اللي انا قلت لكم عليه الفيري سيمبل، ان انا بشوف كميه الفوسفات قد ايه والالكلاين فوسفاتيز الليفل بتاعته قد ايه. انا كده خلصت، اتمنى ان انا ما كنتش يعني كنت ضيف ثقيل عليكم. يعني اتفضل دكتور محمد. دكتور محمد دكتور محمد استاذنا. ايوه يا باشا. متشكرين جدا يا استاذنا على المحاضره الرائعه، وكنا يعني انا والله اكتر واحد كنت مستفيد ومركز يا حضرتك، ربنا يبارك حضرتك كده. يعني متشكرين وربنا يجعله علم ينتفع به وفي ميزان حسنات حضرتك باذن واحد احد. الله يخليك، شكرين جدا. ممكن حضرتك لو جنب حضرتك مثلا كوبايه شاي، عصير، اي حاجه. لو انا استنيت يا دكتور محمد وانت ما جبتليش حاجه، عامل ايه بقى؟ انا بشرب ميه. طيب ده احنا عندنا حاجات، ده احنا عندنا قهوه وشاي وكركديه وكل حاجه. الله يخليك حبيبي، الله يخليك. ده يعني المتعه ان انا اكون معاكم النهارده والله. ربنا يبارك في حضرتك، لان احنا يعني ما شاء الله انا شايف المتابعين كثيرين لحضرتك، وربنا يبارك حضرتك. انا طبعا الواجب ان اقول الاسامي اللي تابعوا حضرتك واللي بعتك السلام. على رأسهم طبعا أستاذنا الدكتور عبد الرحمن المشاد، الدكتور أشرف الشرقاوي، الدكتورة سهير يحيى، الدكتور ثروة الدراس، الدكتور عماد أبو دنيا عمدة دمياط، أستاذنا الدكتور أحمد منصور، الدكتور حسني عزمي، والدكتور خلف جرجي من العراق. احنا طبعا كان في من دول تانية حضرتك، من المكسيك ومن انجلترا وامريكا والامارات والكويت والبحرين والسعوديه وسلطنه عمان ولبنان وايران وقطر، كل دول كانوا متابعين حضرتك خلال المحاضره بتاع حضرتك. برضو من اساتذتنا العظماء اللي كانوا موجودين معنا الدكتور مصطفى السعيد، الدكتور اسامه حسين، الدكتور اسامه طه، الدكتور اسامه حنيجل، واستاذتنا الدكتوره سناء يوسف، الدكتور وائل بحبح بعت لحضرتك برضو السلامات وبيشكر حضرتك على تواجدك النهاردة، الدكتور عادل رياض، والدكتور حنان إبراهيم، والدكتور عماد سلامة، والدكتور أحمد إسماعيل اللي كان عنده ويبينار، يعني دلوقتي بدأ الويبينار بتاعه بس من خمس دقايق كان معانا، الدكتور أسامة عرفة، والدكتور سامح ظريف، والدكتور عمرو عادل من بورسعيد، الدكتور هشام درويش، الدكتور محمد نجيب، الدكتور محمد الخيط. أنا خايف طبعاً أكون ناسي حد، لكن ربنا يبارك في حضرتك يا رب. وهنبدأ بقى يعني إيه، وزي ما بنقول دايماً كده، أنا عارف إن وقت حضرتك غالي، وكتر خير حضرتك على انشغالاتك إن أنت برضو تبقى موجود معنا، لكن فيه أسئلة كتير يا دكتور أشرف. يعني فيعني ايه يتسع صدرك. انا سامع حبيبي، الله يخليك. وخصوصا بتاعت شباب الاطباء طبعا، لانهم هم يعني احنا كل الشغل ده عشانهم ان شاء الله.
تمام. يعني بداية من الحاجات اللي اتسألنا عليها كتير اللي هو يعني هو بره الموضوع سنة، لكن معلش السؤال ده جه أكتر من مرة اللي هو الديلي دنتيشن. تمام. انا شايف هنا واحده حد كاتب اهو، يعني يا جماعه هو الديفينيشن بتاع ديليد انت. طب اتفضل انت دكتور محمد لو عايز تعمل كومنت اتفضل. لا انا بسال حضرتك، يعني امتى نقول ان الولد ده بقى ديليد فعلا او البيبي ده ديليد ونتعامل معاه ازاي، ولو خصوصا لو هو كومبليتلي هيلسي وما فيش اي اذر سيمتومز او ساينز موجوده عليه. هو الديفينيشن بتاع ديليد دنتيشن يا دكتور محمد، يعني ايه السن الكات اوف بوينت اللي انا بقولها لو العيان ده ما طلعش عنده ولا تيث اقول عنده ديليد دنتيشن؟ تمام. هو احنا يعني 1 year، يعني انا عندي 1 year ده اساسا ده، بس بروفايدد بقى ان العيان ما عندوش اذر مانيفيستيشن اوف ايه اوف يعني فيتامين دي ديفيشنسي، يعني وفي الغالب زي ما حضرتك عارف برضو طالما ان العيان ده او البني ادم بلاش يعني ما عندوش اي اذر فاكتورز بتقول ان هو عنده فيتامين دي ديفيشنس او كالسيوم، انا ما بقلقش الغالب يعني ما بعملش حاجه يعني. ده من وجهه نظري. حتى لو بعد سنه حضرتك، حتى لو عدى سنه، يعني احنا بنقول زي ما سعادتك قلت يعني نبدا نقول ان في ديليد دنتيشن عند سن سنه. طب حتى لو عدى سنه ما برضه ما فيش مشاكل حضرتك طالما ما يبقاش في اذر ايه اذر مانيفيستيشن. تمام يا فندم. نفس القصه برضو عشان نخلص من الحته دي ونركز في موضوعنا، الديليت كلوجر اوف انتيريور فونتانيل. تمام. وخصوصا برضو لو ما فيش اي مانيفيستيشن تاني. تمام. نفس الكلام برضو نفس القصه، المهم ما بقاش فيه يعني السايز بتاعها ابروبريت فور هيز ايج ولا لا. ولو هي الفكره ايه، ساعات حضرتك بتبقى زي ما انت عارف يعني برضو ان العيانين دول او الامهات بيجوا يحطوا صوابعهم على ايد الراس الواد العيل ويشوفوا ايه السايز قد ايه. احنا بس لازم نعلم يعني او نتعلم ونذكر نفسنا ازاي احنا يعني يبقى الايه مش بالصابع يعني انت عارف طبعا الايه ان الانتيريو فونتانيل الاحسن ان احنا نحطها على السنتايلز ونشوف اللي هو نشوف الطول وعرضها قد ايه ونحطها على السنتايلز ونقول للعيان ده بالنسبه لنا السايز ده ابروبريت فور هيز ايج اور نوت. اجين هي بتاخد من سنه ونص لسنتين لما بس عشان يصل له كلوجر، بس المهم برضو ما يبقاش فيه other manifestations بتاعت ايه ولا increase في الانتراكرينال تنشن، دي مهمة، ولا other manifestation بتاعت اللي بتاعت الريكتس، ده المهم مش بالزبط. مجرد ماشي ده المهم. هو دي الرسالة اللي عاوزين حضرتك تبقى الناس كلير، انت وضحتها يعني في منتهى الوضوح. الدكتور أسامة حنيجل، طبعا الدكتور أسامة من المنوفية، ده من أبناء المنوفية يعني، فربنا يبارك فيه. هو بيقول لحضرتك شباب الأطباء دايما بيطلبوا تحليل، ولكن أنا ماشي مع معلمنا الأستاذ الدكتور محمود الموجي إن إحنا نطلب ألكالين فوسفاتيز وفوسفرس وكالسيوم وإكس راي على الفول. ده اللي أنا قلت، أنا ما قلتش غير كده. انا بعمل اكس راي وبشوف الكالسيوم والفوسفورس والالكلاين فوسفاتيز عشان انا ابقى يعني متاكد ان عنده فيتامين دي ديفيشنسي ريكتس، اوت ممكن اطلب له 25 هيدروكسي كاسيرام ليفل. وده لان ده اللي في الاخر انت بتقول الايه يعني تاكدت او حلفت يعني، يمكن انت ممكن ما تعملوش في يعني. على فكره ساعات الناس بتعمل سكريننج بالالكلاين فوسفاتيز مش بال25 هيدروكسي، يعني الالكلاين فوسفاتيز بيبقى فيري سمبل وفيري ايه يعني تشيب بالنسبة لل 25 هيدروكسي فيتامين دي ليفل. المهم ان احنا لو بدأنا نلاقي ان العيان ده ما بيحصلوش ابروبيت او يعني ساتسفاكتوري ريسبونس لابروبيت دوز اوف فيتامين دي لسفيشنت ديوريشن اوف ثيرابي، ده اللي انا ابدا افكر ان العيان ده ما بقاش مشكلته هي فيتامين دي ديفيشنسي. فده بقى اللي انت ممكن تعمل بقى حاجات اكتر، ممكن تدور على 25 هيدروكسي، تدور زي ما قلت لكم على تشوف المين ديفكت فين، او هل الالكالين فوسفاتيز وممكن ساعتها نعمل بي تي اتش هم عاليين قوي ده والفوسفور لو والكالسيوم شويه لو، ده بيخلينا اكتر برضو مع الهايبو مع النيوتريشنال ريكتس او مع الهايبو اللي هو الهايبوكالسيميك تايب اللي هو فيتامين دي ديبندنت. يعني
زي ما قلت لحضرتك الكلينيكال جادجمنت مع الحاجات البسيطه دي. انا مش مختلف مع ده مع دكتور اسامه في الكلام اللي قاله استاذنا العظيم الدكتور الموجي ربنا يديله الصحه، يعني مفيش اي مشكله. تمام ربنا يبارك. انا هستاذن حضرتك يعني اللاب يعني مش اللاب تخليه لورا لحضرتك شويه عشان بيداري الوش. ايوه كده كده تمام يعني كده كويس. عاوزين نقنس بس بوجه حضرتك كامل كده، ما يعني ما تبقاش في حاجه ربنا يحفظك يا رب. سؤال برضو البوينج اوف ذا ليجز مي اوكير ايرلي اف ذا انفانت يوزنج بيبي ووكر ايرلي من 4 تو 6 مانس اوف ايج. ده كلام مش مظبوط. يعني هي الفسيولوجيكال بوينج ده موجود، يعني زي ما انا شفت الصوره اللي انا كنت وريتها لحضراتكم اللي بعد 6 شهور ده بعد السنه، يعني من 6 شهور للسنه الفسيولوجيكال بوينج ده يبقى موجود وممكن يزيد شويه. ويا جماعه بس يعني اصل للاسف الشديد وخصوصا الناس بتوع زمايلنا بتوع العظم يعني اول ما بيشوف الكلام ده بيبدا يدي العيان فيتامين دي بكميات يعني كبيره. يعني هو هنا فيري سمبل الاكس راي مش هتلاقي فيها اي حاجه، والعيان ده بالفسيولوجيكال بوينج وبياخد فتره وبيختفي. فالقصص اللي احنا يعني تورثناها عن ابائنا ده يعني فسيولوجيكال بوينج اذا فسيولوجيكال بوينج هياخد وقت وهيختفي. الاكس راي بتاعت العيان ده بتبقى كومبليتلي هيلثي ما فيش فيها اي مشاكل. الفولو اب والاشورنس بتاع الفاميلي ومن يعني من دونت راش انك انت تدي فيتامين دي كده من غير اي حاجه. معلش برضو على بساطة بعض الأسئلة لأن برضو في جينيورز حتى برضو حضرتك المشاية بتاع الأطفال دي والأمهات دايما بيسألون عليها نستخدمها ولا لأ، هي سيف ولا لأ، فكومنت بتاع حضرتك على الموضوع ده إيه؟ بصراحة أنا بقولهم ما فيش مشكلة. يعني أنت إيه المشكلة في استخدام الووك؟ انا بس برضو يعني اضافه لكلام سعادتك انا زي حضرتك ما بتقول ما فيهاش اي مشكله ما بتاثرش على حاجه، بس تيك كير ان في بعض انواع منها ممكن الطفل يكون في سلم يخبط في حاجه كده بتوقع على هو مشكلتها ان الطفل يقع بيها تحصل له مثلا لا قدر الله كسور او جروح او كده، غير كده ما فيش طبعا اي مشاكل في استخدامها. برضو بنعتذر لو في برضو أسئلة متكررة يا جماعة احنا مش هنقولها او اتقالت بوضوح خلال المحاضرة. بالنسبة للدكتور معلش جمال البطران انا نسيت برضو اقوله بيحيي حضرتك وبيشكر حضرتك وبيقول لحضرتك as regarding the hypophosphatemic rickets what is the doses of phosphorus and how especially syrup يعني عاوز يعرف اسم السيرب اللي موجود في مصر اللي احنا ممكن نستخدمه. بص يا دكتور مساء الخير دكتور جمال، يعني وحشنا والله يا فندم. بقول لحضرتك احنا برضو لما رضيتش اخش في الهايبوفوساتيميك كريكتس لان ده يعني مش يعني الناس بتوع يعني ما بيهمش كتير من الناس، بس الدوزس بتاعه الفوسفيت It's a very high dose يا دكتور جمال، ممكن توصل ل 30 ل 50 جرام بير كيلو. تمام. الحاجه الثانيه ان احنا ما فيش سيرب في مصر. اللي موجود حاجه تركيبه اسمها جولي بتتركب في الصيدليات، بس التب في التريتمنت بتاع او للناس اللي بتستخدم الفوسفيت يعني او الجولي ده ان احنا ندي as frequent as we can، يعني ان احنا نقسمه على كميات صغيره على مدار اليوم لان هو بيعمل discomfort رهيب وبيعمل دايريا. للاسف الشديد يعني ان احنا علشان نظبط الدوز بتاع الفوسفيت في الناس ده بيبقى صعب جدا، لان هي عامله زي الراجل بتاع رينا الجلوكوزور، يعني انت بتدي للعيان من فوق هو بينزل من تحت، او زي بتاع الفانكوني سيندروم اللي هو بتديله بصوديوم بايكارب من فوق وبينزل من تحت، فانت بتحتاج كميات كبيره جدا من الفوسفيت يعني عشان توصل للنورمال ليفل للسيرم فوسفيت ليفل. ده بيبقى يعني تقريبا يعني الواحد شافه كله طب انت بس توصل ل 3.5 يعني يبقى كويس من 3.5، لكن صعب جدا ان احنا نوصل للفوسفيت ليفل. هو التركيبه اسمها جولي سوليوشن، ده متوفر في الصيدلات الكبيره بتحضره. يعني
تمام. وبرضه تكملة سؤاله بيقول لحضرتك ممكن فيتامين دي از ماست مع الـ مع الفوسفورس؟ لازم، هو فيري هاي دوزز ولازم الترجمان لازم، وبقول لحضرتك بفيري هاي دوز. والريكس مش هيتصلح في العينين دول غير لما تعمل الحاجتين دول. واحنا كتير او الناس كتير من يعني من زمايلنا لما بيجوا يعالجوا الفانكوني او بيعالجوا الرينال تيوبلر اسيدوزس بيبداوا يدوا العينين دول فيتامين دي وينسوا الفوسفيت، فده مش مظبوط. عندما بتصلحش لازم مع البايكارب ان انا اصلح الاسيدوزس وان انا ادي فيتامين دي لازم ادي فوسفيت بكميات عاليه جدا جدا يعني. تمام. حضرتك في برضو نقطة على السيرجري بالنسبة لحالات الريكتس. A very tricky برضو question، وبشكر اللي قالوا. يا جماعة معلش يعني إخواننا بتوع العظم يعني أنا شفت حالات وأكيد في ناس كتير شافوا بيروحوا عاملين correction للعيان وهو osteopenic، وساعات كتير بيروحوا حاطين العينات سكرول في رجل العيان وتلاقي السكرو طالع من العظم بره، لان العظم ذا فيري استيوبينيك، وهم بيلجأوا للسيرجري قبل ما يبدا كوركشن الاستيوبينيا. عشان كده ما حدش يلجا للسيرجري الا ما تبقى الاكس راي تماما ترجع للنورمال وما يبعتش فيها اي استيوبينيا، وبقيه الليفلز اللي هي السيرولوجي بتاع العيان متصلح. انا بتكلم كمان ان الواحد بيشوف الكلام ده مع اللي هي الفيتامين دي ريزيستنت ريكتس بكميات، يعني بيشوف حالات بصراحة يعني بتعمل لها سيرجري وبيحصل الكارنس على طول، لأن أنت بتصلح إيه زي ما قلت لحضراتكم، أنت عندك طوبتين أو الطوب اللي بتبني بيه الكالسيوم والفوسفيت، وعندك راجل يعني بنا اللي هو الفيتامين دي. لو الطوبتين دول مش محطوطين صح ومش ملزقين مع بعض بحاجات كويسة، مهما عملت البتاع ده هيقع يعني هيبوظ يعني. ما فما فيش فيتامين دي، آسف، ما فيش ريكتس يتعالج كوركشن يعني الا بعد ما يبقى تماما البون بقى هيلثي يعني. ودي برضو يعني اتمنى يكون زمايلنا بتوع العظم يعني سامعين هذا الكلام. في دكاتره من العظم موجودين معانا، احنا نوهنا في جروبات اللي بتوع دكاتره العظام اخواتنا يعني ربنا يكرمهم، وانا بضم صوت لصوت حضرتك لاني ما اعتقدش ان في دكتور اطفال او شغال اطفال ما شافش مقاسي أو من هذا الموضوع. تمام. يعني كلنا تعرض علينا مقاسي كل واحد في مكانه، فبصراحة يعني النقطة دي كلير قوي وحضرتك وضحتها جزاك الله كل خير. برضو من النقط اللي هي اللي عليها برضو كلام، بس عاوز حضرتك تعيد برضو توضيحها للناس، حتة احنا امتى ندي كالسيوم للأطفال وامتى ندي فيتامين دي للنورمال تشيلدرين. انا قلت الهيلثي احنا دايما بندي فيتامين دي كبروفيلاكسس، وبننسى يعني عشان نعمل بريفنشن وبننسى الكالسيوم. احنا لازم نريفايز الكالسيوم انتيك بتاع الولاد دول، وهل هم بياخدوا ابروبيت كالسيوم ولا لا. ويستحسن ان احنا زي ما بندي فيتامين دي ندي كالسيوم سبلمنتيشن. في ناس يمكن حتى ما بيحسبوهاش بالبودي ويت وبيدوها يعني 500 ميلي جرام بير داي بياخدوه كبروفيلاكسس، الولاد دول يمشوا عليه من الكالسيوم مع النيتف فيتامين دي. فيعني لو انا يعني الاحسن ان احنا ندي الاثنين سوا يعني. ده من حضرتك من يعني من امتى او من سن اي زيرو انت بتدي الفيتامين دي؟ طبعا زي ما احنا عارفين. تمام. اي زيرو فيتامين دي بقى سبلمنتيشن يعني. انا يعني الايفالويشن بتاع الدايت بتاع الانتيك بتاع العيان ده زي ما قلت لك ان احنا ان الفيتامين دي ريكويرمنت بتفرق اكوردنج تو ذا ايج. فالفيرست 6 مانث العيان ده لو بياخد بروبر بريست فيد لام يعني مش ديفيشنت هيبقى لغايه 200 ملغ في اليوم. عشان كده يعني انت ايفالويت النيوتريشنال ستاتس او النيوتريشنال هيستوري بتاع الولد ده مهمه يا دكتور محمد يعني، وعلى اساسه انت تعمل فورتيفيكيشن لي او تدي سب فيتامين او كالسيوم سبلمنتيشن يعني. يعني لو الهيستوري بتاع الام او انا شايف ان في جود نيوتريشنال سبلمنتيشن ممكن استعيد او بوستبون ان انا ادي الاورال ميديكيشن اوف كالسيوم بالظبط كده ويبقى الفيتامين دي كافي. بس انت يعني بس لازم تريفايز الانتيك كويس، ده المهم. تمام. طيب حضرتك
في سؤال ده برضه نفس القصه اعرف هنا قدامي اهو كاتب which investigation preferred for evaluation of rickets الفيتامين دي ليفل ولا الليفل بتاع الكالسيوم والفوسفورس ومتهيألي احنا اتكلمنا في هذه القصه ان احنا لازم نشوف الايه يعني ممكن نعمل الالكلاين فوسفاتيز ده يعني 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 كافي كسكرين مع الكالسيوم والفوسفور ولو انت العيان ده يعني شايف ان هو يعني كان افورد ما فيش مشكله ان احنا نعمل الفيتامين دي كبيزل لاين لكن انت لو اكتفيت بالالكلاين فوسفاتيز والكالسيوم والفوسفورس والاكس راي واديت العيان ده يعني بروبر دوز من الفيتامين دي بروبر ديوريشن ولقيته ما بيتحسنش فممكن نقول ان احنا نعمل ساعتها السيرم ليفل بتاع 25 لكن انا قصدي اقول ان دول الكلاين فوسفاتيز والكالسيوم والفوسفورس مع اكس راي كافيين كافيين ان هم يساعدوني على ان انا على الاقل ابدا ثيرابي للعيان ده بروبوز ان هو عنده نيوتريشنال ريكتس تمام انا عندي هنا تمام دكتور اسامه تاني هنا لا بيتكلم على حضرتك يعني هل في ابيوز للفيتامين دي ديسكريبشن في مصر يس في الاكتف فور وخصوصا الاكتف فور ودي النقطة برضو اللي عاوز حضرتك توضحها للسادة الزملاء ان في الاكتف فورم بيستخدم كتير جدا فاحنا عاوزين الفرق انت قلتها برضو حضرتك اثناء المحاضرة لكن معلش يعني عاوزين الفرانك انديكيشن وان احنا نمنع الابيوز وخصوصا مع بعض الشركات ان بيجي الناس اللي بتوع الشركات طبعا بيحسسك ان ده يعني علاج السحري اللي ما فيش منه اي مشكلة زي ما قلت هو تقريبا برضو الدكتور اسامه اللي رفع اللي بعت السؤال قدامي اهو هو يا جماعه احنا عايزين ايه الغرض من العلاج النيوتريشنال فيتامين دي او ديفيشنسي يعني او الفيتامين دي ديفيشنسي الغرض منه ان انا اعمل فلوريت للستورز بتاعه ال25 هيدروكسي اللي هو الستور فورم بتاع فيتامين دي اللي هتبقى موجوده بعد كده في الليفر فانا لما بدي اكتف فورم بتاع فيتامين دي انا ما بعملش الفلورشنج للستور انا بعدي هذه النقطه وده بتوقف الفيدباك يعني الفيدباك الميكانيزم اللي بيخلي الجسم يشتغل ويحافظ على الفيتامين دي بتاعه انا بوقفه انا بدي فيتامين دي اللي هي النيتف فور او النيتف فيتامين دي اللي هو فيتامين دي 3 او دي 4 علشان دي 3 او دي 2 علشان اعمل فلوريشنج للستورز اللي موجوده في الليفر بال 25 بال 25 هيدروكس انا ما بلجاش في الفيتامين دي ديفيشنسي ريكتس الاكتف فورم بتاع فيتامين دي الا زي ما انا قلت في المحاضره العيان اللي هو نيونيتال ريكتس اللي عنده تيتاني عنده هايبوكالسيميك تيتاني فده انا ممكن ادي له الالفا كالسيدول او الالفا او كالسي ترايول لو كنا بره مصر اللي هو الفيتامين اللي موجود في امريكا يعني احنا طبعا زي ما انتم عارفين عندنا الالفا هيدروكسيليز اللي هو ال1 هيدروكسيليز ما عندناش الكالسي ترايول اللي هو الاكتف فورم بتاع فيتامين دي ده. لكن انا بدي الاكتف فورم اللي هو الالفا هيدروكسيليز ده او الكالسي ترايول ده بديه له في النيتف قصدي في النيوتريشنال ريكتس ده في النيوتريشنال تايب اللي هو عنده سيفير هايبوكالسيميا وانا بعالجه فور شورت تيرم وبعد كده بدي فيتامين دي العادي الاكتف فورم بتاع فيتامين دي دوره اساسا في الرينال ريكتس سواء كان رينال جلوميرولا او رينال تيوبلر رينال جلوميرولا اللي احنا بنشوفه كلنا في الاند ستيج كيدني الناس اللي شغاله نيفرولوجي او الناس الهيريديتري فورم اللي انا قلت لكم عليها بقى اللي هي الفيتامين دي ديبندنت ريكتس او الفيتامين دي ريزيستنت اللي هي الهايبو كالسيميك او الهايبوفوسفاتيميك دول اللي هنا يعني الاساس فيهم ان انا ادي اكتف فورم بتاع فيتامين دي على فكره احنا عندنا في الكيدني ديزيز في الجلوميرولار ريكتس يعني وفي سام تايمز من الهايبوفوسفاتيميك من الهايبوكالسيميك ريكتس ان انا لو لقيت الستورز بتاعت العيان دي قليله يعني 25 هيدروكسي واطي انا بدي معاها مع الاكتف فورم بدي نيتف فورم بدي الاثنين وفي كلام كتير في العيانين بتوع الاند ستيج كيدني ان المورتاليتي بتاعتهم بتقل والموربيديتي لما اديلهم نيتف فورم اوف فيتامين دي مع الاكتف فورم يعني انا قصدي اقول لكم ان دي سكه ودي سكه ثانيه يعني. دي مهمه قوي يعني. تمام رائع تمام طب الهازاردز اللي ممكن تحصل في اسئله بتحوم او بتدور حوالين نفس المعنى من استخدام الكالسيوم سواء كان رينال كومبليكيشن بالذات يعني وهل بيؤدي الى تكوين الرينال ستونز ولا لا انا يمكن انا عديت بس الجزء الاخراني اللي هو النيفروكالسينوزيس النيفروكالسينوزيس ده الديفينيشن بتاعه ان انا الاقي الكالسيوم ديبوستد جوه الرينال بارين كمان مش داخل الايه مش داخل اليوريترز يعني النيفروكالسينوزيس ده لو انتوا برضو لو تفتكروا السلايدز اللي انا كنت قلتها يعني يمكن بس انا ما وقفتش عليها زي ما قلت لكم في التريتمنت بتاع الهايبو كالسيميك او اللي هو الفيتامين دي ديبندنت او الهايبوفوسفاتيميك ان انا لازم اعمل مونيتور للكالسيوم
كرياتين ريشيو، نعمل مونيتورنج لكميه الكالسيوم اللي موجوده في اليورين، لان لو لقيت ان الكالسيوم والليفل بتاعها بنعملها كالسيوم كرياتين ريشيو، يعني بنشوف لو هو عدى، هي دي النورمال بتاعتها 0.2، لو عدى ال 0.2 ده، لو عدى 2 بقى عنده هايبر كالسوريا. والهايبر كالسوريا يعني مش لازم تيجي بستون، يعني ممكن تيجي شويه كريستالوريا الواد يحصل له يعني ايرجنسي ويحصل له فريكوانسي، وممكن يحصل له ريكارنت يو تي اي ويبدا يحصل له كمان هيماتوريا قبل ما العيان ده دي والعيان دول ممكن يبقوا كمان يحصل لهم يعني يحصل لهم بوليوريا، لان هم الكالسيوم لما بيزيد في اليورين بيقلل من السنسيتيفيتي بتاع الرينال تيوبلر للاي دي اتش، فالعيان ده يجي بوليوريا، فدول بيبقوا سابقين لحدوث الستون. عشان كده انا اي عيان بياخد فيتامين دي بكميات كبيره انا ما استناش ان هو يحصل له نيفروكالسينوسيس والبان في الايه في الـ في الـ في السونار بتاعه في الكدني يبقى فيه ديبوزيت للكالسيوم. انا بتابعه بالكالسيوم كرياتين ريشيو، بتابعه بالاعراض اللي انا بقول لحضراتكم عليها دي، الارجنسي والفريكوانسي، العيان ده بيحصل له ريكارنت يو تي اي، بيحصل له بوليوريا مع الايه الليفل بتاع الكالسيوم في اليورين. دول بيساعدوني ان انا اشخص الهايبر كالسوريا اللي ممكن تحصل مع الهاي دوزز بتاع الفيتامين دي او الهاي دوزز بتاع الكالسيوم قبل ما العيان يبدا يخش في المشاكل بتاعه نيفروكالسينوسيس. بالنسبه حضرتك للريكتس او النيوتريشنال ريكتس، هل او راي حضرتك في استخدام البارنترال فورم منها والدوز بتاعتها، وهل في هازاردز برضو تكمله يعني للسؤال اللي فات؟ الهازاردز انا قلتها برضو واحنا بنتكلم ان الهاي دوز بتاع يعني زي ما قلنا، هل الهاي دوز اللي هي السنجل دوز من الفيتامين دي احسن من الاورال اللي هي بابش على عين 3 شهور؟ احنا قلنا او الكلام اللي اتقال ان العبره بكميه الفيتامين دي اللي انا هديه للعيان في النهايه، يعني انا المهم ان انا ادي له ابروبريت دوز ان انا تعمله فلارد للايه للستول، يعني ترجع له 25 للليفل بتاعه يعني. تمام. الشوك ثيرابي او الفيري هاي دوز مشكلتها اللي ممكن تحصل ساعتها ان هي ممكن تعمل انديوس هايبوكالسيميا، لان بيحصل رابيد موبيلايزيشن اوف كالسيوم من البلاد للايه للبون، فالعين يخش في تيتاني. دي مشكله. المشكله الثانيه ان طبعا ان العيان يحصل له هايبر فيتامينوز دي لو انا فضلت بقى ماشي على فيري هاي دوز لفترات طويله، لكن الاساس اللي هو اللي بيجي او كاكيوت كومبليكيشن هي التيتاني اللي بتحصل مع الفيري هاي دوز. تمام. هي دي المشكله الاكبر يعني. اسلم، وإجابة شافية كافية. حضرتك سؤال شاسع حسين علي ده من العراق. حضرتك السؤال patient on chronic steroid use how much give vitamin D and calcium. شوف احنا مفروض ان مع الفيري هاي دوز من الاسترويد اللي احنا بنديها بتوع العينين بتوع النفروتك وخصوصا بتوع الاسترويد ريزيستنت دول، لازم ندي الفيتامين دي سبلمنتيشن اللي هو ايه. انتوا لو لاحظتوا احنا قلنا مثلا ان العيان ده بياخد 400 اللي هو كبروفيلاكسس. تمام. العيانين اللي هم الهاي ريسك ده ممكن ازودها ل 600 انترناشونال و 800 انترناشونال. تمام. اديها له مع الوقت اللي انا بديله فيه الايه الفيتامين اللي بديله الاسترويد، لان دي مهمه. وشكرا على السؤال يعني، لان انا برضو ما تطرقتش دي برضو، لكن ده مهم لازم نديله مع الايه الفيتامين دي بالدوزس اللي هي مش 400 الاعلى كمان 600 او 800 مع الاسترويد اللي انا بديه. في برضو سؤال حضرتك معلش هناخده في سكتنا، what are the causes او other causes of early teething loss؟ الايرلي لوس اوف تيث. طبعا احنا قلنا واحده منهم، بس خلي بالكم الديسبليجيا يعني الكوندرال ديسبليجيا دي من الحاجات اللي بتعمل ايرلي لوس اوف تيث، ده على ما انا افتكر دلوقتي يعني، لكن اكيد في حاجات تانية انا مش فاكرها بصراحه، لكن من الحاجات الواحد لازم يخلي بيها باله منها الحاجات الديسبليزيا يعني السكيتا ديسبليزيا الاوستي كوندرال ديسبليزيا والحاجات دي. تمام. والتكمله بقى الايرلي ايربشن او التيس ايربشن يعني ما اعرفش دي والله. هو طبعا انت عارف. طب انت عندك اجابه للسؤال؟ انا ما عنديش اجابه. لا نعرف يعني انت عارف ساعات بنشوف تيس سينس بيرس واعتقد ماشي علامه جيده واحنا مش حاجه يعني.
عادي والناس بيشيلوها، يعني ده في حدود برضه معلوماتي، لان انا اجمل حاجه ودايما بعلق عليها، ويعني الدكتور محمود الزلباني علمها لنا اللي هو من قال لا اعلم فقد افتى. حاجه دي قمه الامانه والروعه، ان انا يعني وفق كل ذي علم عليه. فانا بضم صوتي لصوتك برضه، ما الدنيا مش كلير معايا في الحته دي. في تقريبا حد بعت لنا حاله مش عارف حضرتك تسمعها ولا لا. 15 months African girl، ما فيش تيسنج، ما فيش ووكينج، مينلي بريست فيدنج، not taking vitamin D or calcium. السيرم فوسفرس كان 2.2 والسيرم كالسيوم كان 9 والالكالين فوسفاتيز كان 3747 3747 الالكالين فوسفاتيز. تمام. والبي تي اتش كام؟ لا مش عاملين كاتب. هو ده يعني في الغالب هيبقى في القصه بتوع الهايبوكالسيميك ريكتس، يعني هل في فاميلي هيستوري في الريكتس ولا لا، او ده اللي اتعمل له بقى 25 من الاول، يعني عنده 15 مانث. هل هو برضو اخذ فيتامين دي قبل كده ولا لا كسبلمنتيشن؟ لا بتقول لا كاتريت من دور كالسيوم. ما خدش. طيب ما هو ده يتعمل له بقى 25 هيدروكسي، هو الاكس راي فيها ريكتس اكيد، اصل الالكالين فوسفاتيز العالي ده زي ما اتفقنا، والفوسفات على يعني لو، والكالسيوم على اللو نورمال او كده، ده ماشي مع الكالسيبينيك. يعني انت لازم تفكر في اساسا النيوتريشنال ديفيشنسيز او الحاجات بتاع الفيتامين دي ديبندنت ريكتس. اللي طبعا البلاك امريكانز ممكن برضو تلاقي عندهم الكونسنجوانيتي ساعات بتبقى عاليه، والعينين دول ممكن يبقى عندهم هيريديتري كوز اوف ريكتس، بس يشوف يعني يعمل له يتاكد من وجود يعني عنده الفيتامين دي الليفل بتاعه قد ايه، ويبدا يديله ابروبريت دوز من الفيتامين دي ويشوف الفولو اب بتاعه. تمام. الرياضه عنده يعني واضح ان عنده كومنت على الووكر، هو قدامي يعني اجابه وبعدين اختفى تاني مش عارف، بس هو كاتب تقريبا ان هو كان بيقول ان الووكر ايوه رجعها اهو. Natal teeth is not early teething type. Teething can start as early as 2 months. ماشي. وقايل ان اللي قبل كده كان كاتب ان الايه؟ ان الووكر مش not recommended. ده من وجهة نظر الدكتور. تمام. اتفضل. برضو حاجة يعني برضو هتوضح لنا منها حاجة بنتعرض لها كتير حضرتك. If the child 1.5 years old had pooing in leg and taking vitamin D therapeutic dose for 3 months, but pooing is still present. الاكس راي عامل ازاي؟ لا مش كاتبين. الاكس راي ما احنا اتفقنا ان البوينج اوف ذا ريك ده ممكن يبقى فيسيولوجيك، ولو الاكس راي طالعه كويسه ما فيش فيها مشكله. الـ من الحاجات برضو اللي احنا يعني خلوا بالهم منهم، الولاد دول بيقعدوا ازاي؟ يعني الدبليو شيب سيتنج ده بيعمل ديفورميتيز في الليج. ولو انت بس دبليو شو انت عارف الدبليو شيب سيتنج، الواد بيبقى قاعد على رجليه وعامل بتبقى عامله زي حرف الدبليو، زي ما احنا بنبقى قاعدين كده ساعه التشهد، بس بيبقى فالد رجليه ورا جامد. يعني بتعمل بوينج اوف ذا ليجز وبتتحسن بالسن، وان الولاد يعني نحسن لهم درجه يعني مشيهم وكده. لكن لازم نعمل اكس راي، دي لازم يتعمل لها اكس راي. يعني انا برضو زي ما قلت ساعات كتير جدا يعني دول بيروحوا للناس زمايلنا في العض وبيديهم اكتف فورم بتاع فيتامين دي وفيري هاي دوزز يعني من غير ما يتعمل اكس راي. يعني هو برضو الكومنت لو حضرتك هو اتعمل الاكس راي والمانيفستيشن او الساينز اللي احنا شفناها بتاع الاكتف ريكتس وبقى هيلد خلاص ريكتس، حتى لو ستيل في بوينج، هل بيبقى هنا في مشكله؟ لا خلاص انا عملت البوينج ده بقى بعد كلوجر يعني لكل السوتشرز وما الى ذلك. مفروض ان ده بقى بعد كده ممكن يحصل له كوركتيف سيرجري لو كان حاجه سيفير. يعني هو طبعا بيبقى ليهم مقاييس بتوع العظم، او ده بقى اللي لازم يتعمل له بروبر اورثوبيديك ايفالويشن، بيتعمل لهم اكس ريز بطريقه معينه بيشوفوا هم الانجلز بتاعتهم، وبعد كده ممكن يعمل كوركتيف سيرجري لو كان ده يعني ليه سيرتن ميجرز. بس
يعني نخلي بالنا ان ده يبقى بعد ما يبقى البون يعني رجع تماما لاصله. وفعلا يعني اساتذتنا في العظم بيحسبوها بالاعتقد بالملي ولهم انجلز كده بالظبط يعني فالدنيا بتبقى هو بس اللي احنا عايزين ناكد فيهم ان هم يعني ما يحصلش تدخل الا بعد ما لو كان في ميديكال كوز او يعني لازم او اللاب بتاعهم لازم يتظبط كويس قبل ما يبدا يحصل انترفينشن. يمكن حضرتك شفت السؤال اللي هقول لحضرتك ده اكتر من مره. يوجوال اكس لينكد اكسبريسد ان ميل واي اكس لينكد هايبوفوسفاتيميك ريكتس اكسبريسد اكس لينكد دوميننت. السؤال ده جه اكتر من مره برضه ان هم الهايبوفوسفاتيميك ريكتس. بس انا بقول لك ان ده هايبوفوسفاتيميك ريكتس ده بيتكتب في كتب دلوقتي يعني في يعني انواع منه كتير. في حاجات اوتوزومال ريسيسيف, في حاجات اكس لينكد دوميننت, وفي حاجات اكس لينكد ريسيسيف, ويعني في ديفرنت. لكن اكتر حاجه اللي انا عرضتها اللي هو الاكس لينكد دوميننت اللي انا شفت الايه الستات اللي انت شفتهم دول الست وبناتها دول. ابراهيم بيقول لحضرتك هاو تو دايجنوز اند تريت ذا هايبر فيتامينوزيس دي. ده شغلانه كبيره يعني. هم احنا طبعا بنعمل فلويد وبندي ستيرويد وبعد كده بيدوا الكالسيتونين ده كتريتمنت. لكن الفلويد البلينتي اوف فلويد والمهمه جدا جدا. ساعات بيدوا ستيرويد عشان يزود الاكسكريشن وبعد كده بنبدا ممكن لو عمليه سيفين ندي كالسيتونين يعني. لكن الكلام ده يعني يمكن الواحد ما شافوش بالشكل اللي يعني انا ما شفتش. انا ما اعرفش انتوا شفتوا ولا لا يعني ان عنده فيتامين دي توكسيستي بالجرعات او بالليفلز اللي هي فوق ال100 دي. انا بصراحه ما شفتش يعني. لكن اللي شفته كتير النيفروكالسينوسيس, اللي شفته كتير قوي النيفروكالسينوسيس. تمام. منال ميشيل بتقول لحضرتك وات ذا ديفرنس كلينيكالي بتوين الهايبوفوسفاتيميك كريكتس اند هايبوفوسفاتيزيا. الهايبوفوسفاتيزيا ده شغلانه ثانيه تماما يعني. يعني يمكن انا قلتها في النص في البدايه مش في النص يعني. الهايبوفوسفاتيزيا هي اوتوزومال ريسيسيف. العنين بيبقى عندهم مشكله في السوتشرز. ممكن يبقى عندهم دي بيسموها الكونديشن ميميك ريكتس. يعني ممكن عنده يبقى عنده ريكتس لكن كل اللاب بتاعه تلاقيه يعني نورمال. والعين ده ممكن ما تلاقيش عنده الكلاين فوسفاتيز خالص. يعني تلاقي عنده الايه الليفل بتاع الكلاين فوسفاتيز يعني نيل او فيري لو. يعني انتوا لما شفتوا كل العيانين بتوع ريكتس الكلاين فوسفاتيز بيعلى بس بدرجات مختلفه. لكن الهايبوفوسفاتيزيا ده بنلاقي الكلاين فوسفاتيز واطي تمام. وليهم كاركترستيك يعني اكس ريز في الانتيريور في السوتشرز بتاعت السكال يعني. ده الفرق الوحيد يعني. يعني ده كونديشن ميميك ريكتس زي ما بيقولوا عليها. انا عارف ان احنا ارهقنا حضرتك بس لا لا مفيش مشكله. اتفضل دقايق بالكتير ان شاء الله. اتفضل يا فندم. بقول لحضرتك الدكتور محمد البربري استاذنا طبعا بيسلم على حضرتك. محمد مساء الخير اهلا بيك. كاتب لنا كومنت sometimes do we need to give more than 400 international unit vitamin D in prophylaxis for a term newborn. For a full term newborn؟ مع طب الانديكيشن امتى؟ هو مش هو سنه قد ايه يعني؟ هل سنه فعلا في 1 year؟ هو احنا بندي يعني لو كان هو بري تيرم زي ما حضرتك عارف احنا بندي جرعات اعلى. لكن الفول تيرم الفول تيرم هيلثي انفنت في الفيرست يير اعتقد الموجود 400. اذا كان دكتور البربري عنده حاجه ثانيه يعني انديكيشن ثاني ما ممكن نعرفه يعني ده بيبقى كويس قوي. خلاص احنا برضو يعني بمناسبه الكوفيد 19 والكلام ده يعني بريف كده الريليشن ما بين الانتيك اوف فيتامين دي والكوفيد 19. هو طبعا بص يعني يمكن انا كان في محاضره تانية انا كنت عملتها يعني الاستخدامات او الاكسترا سكليتال يوزس اوف فيتامين دي تمام. طبعا استخدامات الناس كلها بتتكلم عن استخدام فيتامين دي في كل حاجه من اول الاميون ميديتد ديزيزز الحاجات الـ حتى الماليجنسز يعني بيستخدموها. الناس بتستخدمها في لقوا ان البرونكيال ازمة بتساعد حتى في الدايبيتس بتساعد وكلام من تمام. هي ليها دور مهم في النيتف يعني الاميونيتي بتشتغل على الفيجوز
فاجوسيتوزيس وما الى ذلك. بس اللي انا عايز اقوله بس ان الكلام ده مفيش فيه ايفيدنس، كلها اوبزرفيشنال ستاديز، ما حدش لاي اكسترا سكليتال مانيفيستاشن لليوزز بتاعه الفيتامين دي، كلها بلا استثناء اوبزرفيشنال ستاديز، مفيش فيها حد بيقول ان فيه ايفيدنس. وحاجات بتتعمل طبعا ريتروسبكتيف ستاديز وما الى ذلك، لكن انا قصدي مفيش كيس كنترول ستاديز، يعني حاجه تطلع ليك يعني ايفيدنس ان العيان ده الفيتامين دي ليه دور في اي حاجه من دول، باستثناء الكلام بتاع الايه الرينال جلوميرولار ريكتس، يعني ده اللي فيه ايفيدنس وفيه يعني سكليتنج للدوز بتاع فيتامين دي وديفينيت رول. عشان كده هم بيستخدموه يعني زي ما انت شايف كده في الكوفيد الايام دي باعتبار ان هو ليه دور في الايه في الاميونيتي، بس اجين دي اوبزرفيشنال ستاديز من غير ايفيدنس. تمام. جميل حضرتك انك كان في كومنت برضه عاوز اقول لحضرتك او تقول لي راي حضرتك فيه، اللي هو النيو نيم اللي هم بداوا يدوا الفيتامين دي اللي هم بيقولوا عليه اتس ا نيو سترويد. معلش قول تاني كده دكتور محمد. اللي هو على الفيتامين دي بداوا يسموه او النيو نيمز بالنسبه له اللي هو النيو سترويد. وجابوا الاسم ده من حضرتك، ان يعني زمايلنا واساتذتنا بتوع الجلديه لما ما بيلاقوش اي تشخيص لاي حاله او الدنيا ما بتبقاش كلير وواضحه فبيدوا استرويد، والحالات كتيره من بعض امراض كتيره بتتحسن مع الاسترويد. فقالوا طيب في بعض امراض كتيره جدا بالنسبه للبيدياتريك فيلد ما بتبقاش السيمتومز ولا الساين كلير، فبندي استرويد والمرضى دول بيتحسنوا على الاسترويد. فهل يعني وبالتالي بداوا يطلقوا عليه الاسم التالي اللي هو النيو استرويد. فانت الكومنت بتاع حضرتك هل الكلام ده ساينتفك أو, او 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 على بيز؟ شوف يا فندم، هو زي ما قلت لحضرتك دكتور محمد، هو كل اللي خلى الكلام ده يتخلق ايه؟ ان هم لقوا ان الفيتامين دي ريسبتورز دي موجوده في حتت كثيره جدا جدا، يعني حتى الالفا هيدروكسيليز اللي احنا كنا بنقول عليه ان هو في الكدني اللي هو بيعمل اكتيفيشن للفيتامين دي عشان الحلو 125، لقوا يعني ان الكميه اللي موجود في الكدني فقط يمثل تقريبا 10% من اللي موجود في كل الجسم، يعني ده اللي خلاهم يدخلوا فيتامين دي في كل حاجه يعني. وعشان كده زي ما قلت حضرتك بتتعمل اكسبيرمنتال ستاديز على انيمالز، وبتتعمل حاجات اوبزرفيشنال ستاديز على بني ادمين بديزيز مختلفه يشوفوا الليفل بتاع الفيتامين دي في العيان ده تحسنه وعدم تحسنه والكلام ده. فده يعني هي اتز ا نيو ايرا، لكن لغايه دلوقتي اتز نوت ان ايفيدنس، وبكرر تاني لكن بيستخدم على اوبزرفيشنال بيز او على يعني زمو اكسبيرت بيز يعني او اكسبرت اوبينيون، يعني على اوبينيون بس من غير ايه من غير اي ايفيدنس. يعني ما اقدرش ادي لحضرتك يعني ايه زي ما قلت لك حاجه ايفيدنس على استخدام الفيتامين دي الا باستثناء الرينا جلوميرولار ريكتس، يعني it is not evidence based medicine في النقطة دي أو في الحكاية دي لغاية دلوقتي. أعتقد الميتا أناليسز والإيفيدنس بيزد ميديسين ما عملهاش أبروفد إن ده نيو سترويد وإن أنا أستخدمه أبروفر في أي حاجة أنا مش عارف أعمل لها دياجنوزيس. برضو إحنا بنتلقى لو في أي اعتراض على الكلام ده إحنا يعني بنسعد إن إحنا نشوفه، والسعادة الأكتر والغامرة إن إحنا كنا مع حضرتك النهاردة وتعبناك والله وكتر خير حضرتك، وربنا يا رب يجعله علم ينتفع بيه. أنا شايف الناس ما زالوا سهرانين معنا وبيتابعونه، فأنا يعني بأقدم لحضرتك جزيل الشكر والتقدير. أنا بشكر والله دكتور محمد على الدعوة الكريمة ولحضرتك ادتني فرصة كده إن أنا عفوا يا أستاذنا ربنا يحفظك يا رب، يعني كل زمايلي على الأقل فيرتشوالي يعني، لكن ربنا يزيل الغمة ونتقابل تاني ونرجع نتجمع ويرجع يعني الصحبة الجميلة اللي كنا دايما يعني الحمد لله يمكن مجتمع طب الأطفال يعني من المجتمعات اللي احنا بنحسد عليها دايما، يعني علاقتنا مع بعض سوشيالي وعلى مستوى الإنساني الحمد لله ربنا يديمها،
ويعني اتمنى زي ما قلت كده ان احنا نتقابل المره الجايه يعني فيس تو فيس، وان شاء الله يعني ربنا يلغمها قريبا ويعني يشفي جميع المرضى باذن الله ان شاء الله. واحنا بنسعد لما حد من المجتمع بتاع طب الاطفال زي حضرتك بيرتقي في المناصب، وهذا الارتقاء لا يزيد الا تواضعا. يعني بصراحه ما فيش لا الصغير ولا الكبير ولا فربنا يجازيك كل خير يا استاذنا على اللي بنشوفه من حضرتك، وربنا يوفقك دايما والى كل خير. هنلتقي بس مع الدكتور محمد الشافعي عشان نختم الويبينار، بس انا يعني بتسمح لحضرتك ان انا انوه ان احنا عاملين يوم الجمعه اللي جايه راديشن ويف، هنتكلم فيها على كل حاجه، على الاكس راي وعلى السي تي والام ار اي، معاها برضو كيسز الدكتور احمد اسماعيل استاذ طب الاطفال جامعه الازهر، مع الدكتور احمد بدر استاذي والاخ الفاضل جامعه القاهره. ميعادنا ان شاء الله يوم الجمعه الساعه 8:30، واحنا حبينا نبدر لان بعد كده الويبينارات بتاعتنا كلها هتبقى الساعه 8:30. ومشاكرين، وهستاذنك الدكتور محمد يبقى معانا يسلم على حضرتك قبل ما حضرتك تسيبنا ونختم اليوم الجميل ده والرائع ده. الله يخليك دكتور محمد، شاكرين. اتفضل. اتفضل يا دكتور محمد. اتفضل. دكتور شافعي، احنا ما زال زي ما حضرتك شايف لسه موجود قدامي اسئله كتيره، بس احنا يعني نكتفي جدا بهذا القدر، وتقريبا الدكتور محمد مش افيلابل، فانا بحيي حضرتك. فينك يا عم محمد زهق؟ لا خالص بعد المحاضره دي يعني اكيد كنا مشتاقين لحاجه زي كده. ثانكس ماتش بريليانت از يوزوال اور بروفيسور، was amazing lecture, amazing night الحقيقة. شكرا دكتور زنون على صحبة حضرتك كل يوم أربعة، تعودنا خلاص كل يوم أربعة. احنا في حكمة we have a brand promise for better health within reach every day. النهاردة الميتنج sponsored by anti-infective lines، زي ما حضراتكم شايفين على السكرين we have from the first generation Keflex, second generation Ciclor, third generation we have Sobrex and Omnicef. From Amoxiclav we have Amoxiclav, we have Megamox. From the macrolide, we have this rocan, مادة فعالة أزيثروميسين. شكرا لحضراتكم، سهرنا حضراتكم معنا كتير. شكرا لأساتذتنا الموجودين من الساعة 9 معنا لحد دلوقتي وصبرهم علينا لحد دلوقتي. شكرا دكتور أشرف مرة تانية، دكتور زنون، تصبحوا على خير وكل سنة حضراتكم طيبين. الله يخليك. شكرا دكتور محمد، متشكرين. نجمع الناس على خير إن شاء الله. على خير يا رب إن شاء الله. برعاية الله. على خير، تصبحوا على خير. مع السلامة يا فندم. مع السلامة.
Whatever you do, wherever you are, whenever you need us, we're there. At Hikma, we are inspired by our patients and by the people who serve them. Because they don't stop, neither do we. That's why we've always provided them with the progress, the products, and the solutions they have come to expect from us, whatever the circumstances. This is our commitment to them. It's also our commitment to you. We are Hikma. For over 40 years, we've been putting better health within reach every day.